السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة عيد الفطر المبارك، كلنا كأطباء بيطريين بيجيلنا شكاوي، الناس بالأخص الأطباء اللي شغالين في اللارج أنيمال كلينكس بيجيلهم كومبلين أو من الكلاينت أو الأونر إن البقرة دي أو الجاموسة دي كرشها واقف، الكرش واقف ما بتحركش، البقرة دي ما بتشترش. الشكاوي دي والكومبلين دي بيبقى لها علاقة بالفور ستومك ديزيزز. هكون مع حضراتكم المجيد كامل، استاذ مساعد امراض الباطنه بكليه الطب البيطري جامعه كفر الشيخ، على مدار 3 محاضرات، ومفروض كانوا 4 محاضرات لكن بمناسبه ضم الوقت هنخليهم على 3 محاضرات باذن الله. في البدايه لازم نفهم يعني ايه فور ستومك والاناتومي والفسيولوجي بتاعها، وهنحاول نعمل ريفريشمنت كده اللي اتعلمناه من اساتذتنا في التشريح والفسيولوجي وحتى التغذيه عشان نبدا يعني نفهم فور ستومك ديزيز. واعتقد هستاذنكم ان يكون خير بالايه الجميله دي من ايه 66 من سوره النحل اللي بتقول: وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. ربنا بيقول في كتابه هنا من بين فرس ودم، من بين فرس ودم، فرس اللي هو الكرش. العلماء كلهم قالوا ان الفرس ده اللي هو الكرش، مجرد ما الانجستا تطلع من الكرش بيسموه الروس، لكن في الكرش بيسموه فرس ودم. بعد كده ربنا بيقول لبنا خالصا صائغا للشاربين. الشيخ شعراوي رحمة الله عليه بيقول ان الحاجة الوحيدة اللي ما تخلكش ان انت تزور وانت يعني تزور وانت بتاكل، تزور وانت بتشرب، لكن اللبن الحاجة الوحيدة اللي انت ما تزورش منها، عشان ربنا قال في محكم كتابه لبنا خالصا صائغا للشاربين. نيجي نرجع على نقطة الفرس والدمن. فعلا فعلا اللي هنعرفه على مدار ال3 محاضرات ده ان اللبن كمثال للبرودكت اللي بيطلع نتيجة المصنع اللي هو البقر او الجاموس او الانعام ناتج من علاقة حاجتين: البرودكت او بنسميه لو احنا افترضنا ان الممري جلاند دي مصنع بيجي لها انجريدينت او مواد خام، المواد الخام اللي جاية اللي هتروح للممري جلاند عشان تصنع لي اللبن جاية منين؟ جاية من الكرش. وبالتالي هنا زي ما ربنا بيقول من بين فرسين. طب ايه الدم بقى؟ لان كل البروتين، الفات، الشوجرز اللي هو شوجر بتاع اللبن اللي هو اللاكتوز كله بيحصل له ابزوربشن من الكرش. فهنعرف مع بعض الكلام ده دلوقتي، فقد ايه ربنا بيقول لنا اعتبره بالانعام دي في تصنيع اللبن، وده اللي هنعرفه مع بعض. يعني مثلا ده جدول بالمقارنة ما بين اللبن الميلك كونستيتيونت ما بين كل الانيمال سبيشيز وحتى فيهم الهيومن. ولو بصينا هنا على الكاو هتبص تلاقي البقر هنا بيبقى فيه نسبة اللبن طبعا افريج، لكن 3.3% طبعا، اللاكتوز 5%، الميلك فات 4%. لو احنا بصينا كده على اللاكتيشن بيولوجي او مسمى اللاكتيشن بيولوجي او جالاكتوبيوزس او ازاي بيتصنع اللبن، ده الماماري جلاند او سور ماماري جلاند. الماماري جلاند بيسموها او زي بايرو اكتور. انت بتخيل كلمه بايرو اكتور يعني ايه؟ كلمه بايرو اكتور يعني زي مفاعل او مصنع. تمام، المصنع ده كل الانجريدينتس بتاعته بتيجي منين؟ بتيجي من الكرش اللي هو الفرس. طب مين اللي بينقلها من الكرش من الكرش للماماري جلاند؟ هو الدم. اللبن بيبقى فيه جزئين، مكونات اللبن فيه جزء بيحصل له فلتريشن، يعني بيجي زي ما هو كده زي ما هو كده بيبدا يخش او يروح للممري جلاند ما بيحصلش فيه اي تغيير. والمثال بتاع الفلتريشن ده اللي هو الووتر اللي هو اكبر مكون للبن 85%، المينرالز والفيتامينز. والجزء الثاني اللي بيتصنع، تمام، بتصنع جوه الالفيولاي بتاع الماماري جلاند اللي طبعا البروتين، الميلك فات، الشوجرز اللي هو الميلك شوجر اللي هو اللاكتوز. اللتر اللبن الواحد عشان يتصنع محتاج 800 ل 900 لتر دم،
تاني نرجع نقول من بين فارسين ودمن، تمام؟ اللتر الواحد عشان يتصنع محتاج من 800 ل 900 لتر. طيب الجزء اللي بيحصل بالتصنيع زي ما قلت بتصنع بروتين، بيتصنع الميلك فات، بيتصنع اللي هو الشوجرز. يعني مثلا عشان تشوف برضو قدرة ربنا وحكمة ربنا، وهي بقرة 50 كيلو محتاجة في اليوم يوصل للمامر جلاند في اليوم، لو هي بتنتج 50 كيلو لبن في اليوم، محتاجة من 2.5 ل 3.6 كيلو جرام. طب اللتر الواحد محتاج كام من اللاكتوز؟ اللتر الواحد او اسف اللتر او الكيلو محتاج 72 جرام جلوكوز. يعني عشان الممر جلاند تصنع لتر لبن محتاجه 72 جرام من الجلوكوز. الجلوكوز ده طبعا جاي منين؟ زي ما نعرف مع بعض دلوقتي، جاي من الكرش. بيتنقل عن طريق مين؟ بيتنقل عن طريق الدم، تمام؟ طبعا الشوجر بتاع اللبن اللي هو طبعا ايه؟ اللاكتوز. اللاكتوز ده زي ما احنا عارفين، نرجع مع بعض شويه بايوكيمستري على التغذيه، ان بيتكون من جلوكوز وجالاكتوز. طبعا معلومه مهمه بالنسبه للاكتوز، اللاكتوز هو اللي بيعتبر هو اللي بيبدا تصنيع عمليه اللبن، لسبب هو هايبرتونيك سوليوشن. اللاكتوز هايبرتونيك سوليوشن، يعني ما بيبدا يتخلق ويتصنع ويتجمع الجلوكوز مع الجالاكتوز ويحول لي اللاكتوز، ويبدا ال 72 جرام اللي هم محتاجينهم عشان تصنيع لتر يبقوا موجودين في الممر جلاند، يبدا يحصل فيه ايه؟ سيكوستريشن للووتر عشان يصنع لي اللتر اللبن. تاني متخيل 72 جرام محتاجينهم عشان نصنع لتر لبن. في معلومه هنا بسيطه على السريع كده، يبقى ان شاء الله يعني باي ذا واي، يعني اللاكتوز زي ما قلت هو اللي بيبدا يسحب الميه عشان يصنع اللبن عندي. لو اللاكتوز ده قل بيحصل له كومبنسيشن بمين؟ بصوديوم وبوتاسيوم. ده ممكن يحصل امتى؟ في الماستيتيك كاو او الحيوان اللي فيه ماستيتس، بيبدا اللاكتوز يقل ويبدا يحل محله الصوديوم والبوتاسيوم، وده ايه الكلينيكال سيجنيفيكانت بتاعته او الامبليكيشن بتاع الكلينيكال امبليكيشن بتاعته، ان اللبن الماستيتيك تلاقيه سولت شويه، طعمه مملح شويه، نتيجه ان جزء من اللاكتوز اللي هم ال 72 جرام اللي قلنا محتاجينه تصنيع 1 لتر بدا يحل محله مين؟ الصوديوم والبوتاسيوم، فيبدا تبص تلاقيه مملح شويه. طيب الدم دي احنا ان شاء الله النهارده هناخد جزء ازاي زي ما قال ربنا اعتبره من الانعام، اللي هي الرومننت، يعتبر سبيشيز منفرد كدايجستيف سيستم عن كل الحيوانات التانية. هناخد الكلاسيفيكيشن بتاع الفور ستومك ديزيزز، ازاي نعمل لها كلاسيفيكيشن. هناخد طبعا النهارده نبدا بحاله او بمرض الاكيوت رومنال اسيدوزيس او ما يسمى الامباكشن، طبعا هندردش فيه مع بعض، وحاله اللي هو التابعه للرومنال اسيدوزيس زي ما نعرف مع بعض السب اكيوت او الساره او الصارة. زي ما قلت مع بعض ربنا قال اعتبره من الانعام. هنبدا مع بعض نبص شو على شويه معلومات كده هتفيدنا في كل الامراض اللي جايه ان شاء الله، في ازاي نفهم الامراض والباثوفيسيولوجي بتاع الامراض اللي جايه. لو بدأنا بالأورال كافيتي، مختلف عن بقية السبيش زي ما بتلاقي الدنتال باد في الأبر جو، زي ما كلنا عارفين الكلام ده. إيه اللي يهمني هنا؟ وأكيد خدته في العمل الكلام ده، لكن اللي يهمني هنا اللي ليه حاجة كلينيكال امبليكيشن هي السلايفا. السلايفا اللي بتطلع من الأورال كافيتي، ودي لها دور مهم جدا، إن هي بتعتبر كبفر ليه؟ لأن زي ما هنعرف دلوقتي إن عملية الفرمنتيشن اللي بتحصل في الرومن بيطلع مكانها أسيدز، معاها أسيدز. طيب لو الاسيد ده زاد، لا يبقى لازم ربنا بيدي له حاجه تعمل لها بفرنج. البفرنج مين؟ بيجي من السلايف، وبالتالي دي تيجي من عمليه الايه؟ الرومينيشن. ليه الحيوان زي ما نعرف دلوقتي بياكل وبعدين يقعد وبعدين يكتر، او زي ما الفلاحين بيقولوا يشطر، يحصل ريجرجيتيشن. اثناء عمليه الريجرجيتيشن دي بيحصل برودكشن للسلايفا.
البرودكشن للسلايفا دي بيبقى فيها فوسفيت وكربونات. فوسفيت وكربونات دول بيخشوا الكرش، تمام، يعادل لك اي اسيدز موجود، وبالتالي ده حكمة من حكم ربنا، من اللي هو عشان يعادل الحموضة اللي موجودة في تاني حاجة بالنسبة للسلايفا في الميوسين. الميوسين ده انتي فومينج بروبرتيز، عشان برضو زي ما نعرف دلوقتي ان نتيجة عملية الفرمنتيشن بيطلع جاز، فبرضو السلايفا لما تخش زي ما بتعادل البي اتش بي فيها ميوسين برضو ده انتي فومينج ايجنت. يعني ايه انتي فومينج ايجنت؟ بيمنع زي ما هنعرف في التيمباني في المحاضرة الجاية ان شاء الله اللي ايه دور السلايفا برضو. طبعا زي ما خدته في الفسيولوجي، البارة ممكن تتجلى من 50 او تطلع من 50 سلايفا. لو جينا على الابدومين والجزء الاهم، طبعا انا طبعا عارف ان انتوا خدتوا معظم الحاجات دي في العملي، لكن انا محتاج بعض المعلومات اللي لها كلينيكال سيجنيفيكانت معايا في الباثوفيسيولوجي بتاع الامراض اللي انا هحتاجها ونبدا ندردش فيه. بصينا جت كلمه فور ستومك او رومننت منين. فور ستومك هي اف او ار اي مش فور عشان اللي هي اربعه. ان الدايجستيف سيستم او الاستومك في الروميننت بيتكون من اربعه كومبارتمنت زي ما كلنا عارفين، الرومن والريتيكولوم والاوميزم والابوميزم. طب كلمه روميننت جايه منين؟ كلمه من جايه من كلمه لاتيني معناها تو شو اوفر جين. يعني ايه تو شو اوفر جين؟ يعني يرجع يكتر تاني او يرجع ياكل تاني. عشان كده احنا عارفين زي ما خدته في الفسيولوجي او في الاناتومي او وات ايفر فين، ان او حتى في العملي، ان البقره او الجاموس بياكل، وعشان كده سموها مكترات، ويبدا يركن في حته ظل ويبدا يرجع الاكل بولس بولس ويبدا يحصل له شو اوفر جين. طبعا لا زي ما قلنا تاني العمليه دي بتفيدني ان السلايفا تزيد، السلايفا هيطلع معاها ميوسين، هيطلع معاها صوديوم باي كربونيت او فوسفيت عشان يعادل لي البي اتش. طبعا زي ما كلكم عارفين ان دي اجزاء الفور ستومك، الروتيكولوم والرومين بيتكون من كرينيال ساك، فينتر ساك، دورسال ساك. انا عارف ان انتوا خدتوا الكلام ده في العمل عشان كده يعني همشي فيه شويه. وده الروتيكولوم والاوميزم وبعد كده اسمه ايه. طبعا الفور ستومك فيها بتاخد مساحه من 25 ل 28% من حجم الحيوان كله، ثلاث ارباع الابدومينال كافيتي. الارقام دي طبعا احنا بس عشان تعرف السيجنيفيكانت بتاعها، فيها حوالي بتاخد من 120 ل 150 او ساعات بتوصل ل 200 لتر. 80% من الكونتنت دي لوحدها في الرومن اللي هو اكبر جزء اللي هو الكرش، اللي هو 70 ل 80%. الريتيكولوم بيبقى 5% 8% للاوميزم، 7 ل 15% في الابوميزم. طبعا في الكافز برضو زي ما احنا عارفين بيبقى العمليه مختلفه شويه، الاكبر بيبقى في الكافز لانه معتمد على عمليه الايه اللبن، فبيبقى الابوميزم هو الاكبر والكرش لسه ما حصل والديفلوبمنت. هنا الجزء اللي هو الريتيكولوم، وده جزء بيبقى ليه كلينيكال سيجنيفيكانت ومهمه جدا في مرض اللي هو التروماتيك ريتيكولوتينس، هتكلم عنه في المحاضره الجايه. الريتيكولوم بيبقى بيتكون من هاني كام شيب، وده اللي بيخلي الحيوان يبقى معرض لحدوث التروماتيك ريتيكولوبروتينايتس. كل وظيفه الريتيكولوم ان هو اكت از ريسيفوار وسوفتنج للهيفي ماترز عشان تخش الكرش يحصل لها فيرمنتيشن بعد كده، تمام. دي بعض الفاكتس اللي هو موجود على الناحيه الشمال من السادس للثامن زي ما خدته مع زمايلي في واساتذتي في العملي. طبعا الكلينيكال سيجنيفيكانت هنا ايه؟ ان الكرش ممكن والاكل نازل، تمام، يسقط في اي فورم بودي يحصل تروماتيك ريتيكولايتس. ده الصوره للكرش والريتيكولوم. ده الرومن، الرومن هنا طبعا هو اكبر جزء زي ما انتم شايفين في 150 ل 190 لتر، هو اهم اورجان في الفور ستومك زي ما قلنا ربنا قالوا في زي ما اتفقنا في ان احنا ناخد عبره منه، ان بيبدا يحصل فيه هو اورجان وظيفته ايه؟ ماسيريشن ودايجيشن. هو الاورجان اللي بيحصل فيه فيرمنتيشن زي ما هنعرف يعني ايه فيرمنتيشن دلوقتي، واللي بيحصل فيه بكتيريا دايجيشن، واللي هو مسؤول عن عمليه البرودكت اللي قلنا كلها اللي هتبدا تصنع لي اللبن، او حتى طبعا
لو انت بتعمل فاتنينج طبعا زي ما انتم شايفين بيوصفوه او بيقولوا عليه زي السجاده، لو انت بصيت في بابلي او في اللاي او فينجر لايك بروجكشن دي لها دور مهم جدا ان بتزود لي السيرف ستنشن عشان يحصل ابزوربشن للفولاتيل فاتي اسيدز اللي احنا هنعرفها مع بعض دلوقتي. طبعا زي ما خدته في العمل مع زمايلنا ان بيكون الكونتراكشن فيه وانا بحط السماعه بتاعتي بعمل اسكولتيشن من 2 ل 3 كونتراكشن في الدقيقتين، في ناس تقول لحد 4 اوكي تمام. البي اتش بتاعه من 5 و6 ل 6 و6 و9 على حسب نوع الاكل زي ما هنعرف. هو عباره عن اورجانز بيبقى في حاجه اسمها ميني بلايز او الليفز زي ورق الورق كده ورق الشجر. كل وظيفه الاوميزم ان هو يعمل لي ايه كومبريس انجستا. يعني ايه كومبريس انجستا؟ الانجستا وهي جايه من طالعه من الورفارس زي ما اتفقنا من طالعه من الرومن او من الكرش بيبدا يحصل فيها فلويد كتير، فوظيفه عشان كده فيها ورق الليفز دي كتير تعمل سيكوستريشن للفلويد، تسحب الفلويد يعني ابزورب للفلويد وسكويز للفلويد عشان بعد كده تروح الابوميزم. طبعا ما تغيرليش البي اتش بتاع الابوميزم لان زي ما نعرف دلوقتي بيكون البي اتش بتاعه 2 مختلف عن الرومن زي ما اتفقنا بيكون 5 و8 ل 6 و9. فهو ده وظيفه الاوميزم زي ما اتفقنا ان هو الابزوربشن اكسس للووتر تمام. ده شكل الاوميزم. نيجي على بعد كده اللي هو الابوميزم او البلاندر بور الاستومك، وده اللي هو الاستومك الحقيقيه زي ما قلنا بيكون ويل ديفلوبد اكتر في الكافز مش في الحيوانات اللي هي الكبيره، بيبدا يقل حجمه وفي المقابل بيزيد حجم الكرش. ده موضوع تاني، بيكبر حجم الكرش تدريجي، بيطلع ليه انزيمز اتنين البيبسين ورينين. طبعا البيبسين ده عشان يكسر البروتين، لكن النين ده بيطلع بس في اثناء فتره العجول عشان يكسر لي اللبن وبيكون البي اتش بتاعه 2. والمحاضره الاخيره طبعا ان شاء الله هتبقى عن اهم مرض في الابوميزل اللي هو الابوميزل. الصوره طبعا دي شكل الليفت سايد من الكمفور ستومك او فور الكومبوننت من الناحيه اليمين بيكون فيهم اكتر الاوميزم والابوميزم. الاوميزم زي ما خدته مع زمايلنا من 7 لل 11 انتركوستال سبيس سايد، وده شكل مفتوح كده لل الفورستومك زي ما انتم شايفين معانا هنا. ده الفنتر ساك، ده الدورسال ساك، في هنا الرومن والروتيكولوم فاتحين على بعض. الابوميزم ده بيبقى من الناحيه الثانيه تمام. في صوره بتوريك اللي هي الفتحه الريتيكولار جروف اللي هي ما بين الرومن والروتيكولوم، ادي الروتيكولوم بالهوني كومب شيب بتاعته وادي البابلي بتاع الرومن وده الفتحه اللي ما بين. نبدا رحله الامراض معانا. هنبص الكيس دي مشهورة قوي الناس من زمايلنا حتى ممكن تحصل في بيوتنا اللي هي ايه، ان في عندك حيوان نايم في الارض، في الحيوان ما بياكلش خالص كومبليت انوروكسيا، الحيوان نايم في الارض ويكنس دولنس، في سيفير ديهيدريشن مش قادر يقف تمام، الحيوان في فيت الدياريه في ريحه دياريه ريحتها مش كويسه. مع يمكن دي انا سايبها اخر حاجه لكن هي اهم حاجه ان في هيستوري مهمه جدا ان الحيوان ده واخد لارج كوانتيتيز من الكونسنتريت، الحيوان ده واكل كميه هاي فيرمنتبل كربوهيدرات بشكل كبير جدا. يمكن الحاله دي سمعت عنها شفتها حصلت قدامك شفتها في العياده بتتدرب شفتها في عيادتك في حد من جيرانك ان البقره اتسيبت او جاموسه وراحت كلت ذره ردة غلة، الحاجات دي كلها تبدأ تلاقي الحيوان نايم في الأرض وممكن طبعا تنتهي بالدس. الفور ستومك ديزيز عشان نعمل لهم كلاسيفيكيشن في بسميها في برايمري ديزيز. يعني ايه برايمري ديزيز؟ ان المشكله ناتجه عن مشكله او ديزيز او بروبلم حاصله في الفور ستومك نفسها، وهنا بتتقسم لمجموعه من الحاجات.
احنا اتفقنا ان في كرش وفي روتيكولوم وميزوم او ميزوم. زي ما اتفقنا الماماري جلاند هي عباره عن مصنع الكرش، وانا في رايي اهم كمان من الماماري جلاند، لان هو زي ما قلنا هو اللي بيديني الانجريدينتس او الماده الخام اللي هتروح للماماري جلاند. وبالتالي انت لو مش عندك الانجريدينتس دي اتصنعت بشكل كويس مش هتروح للماماري جلاند، وبالتالي كميه اللبن هتقل. عشان كده معظم الامراض بتاع الفور ستومك لما بتحصل بتلاقي في دروب في الميلك برودكشن. ليه؟ لان المواد الخام ما راحتش للكرش. الفور ستومك ديزيزز بيبقى ممكن نكون نتيجه مشكله في رومنال وول او الكونتراكشن، رومنال وول والكونتراكشن بتاعه في مشكله، او البروسيس بتاع عمليه الفرمنتيشن، عمليه الفرمنتيشن اللي بتحصل في الكرش فيها مشكله زي ما هنعرف مع بعض يعني فرمنتيشن دلوقتي، ويمكن اللي منهم الامباكشن او رومنال اسيدوزيس اللي هنتكلم عنه النهارده. يبقى لو الامراض او الفور ستومك ديزيز ناتجه عن مشكله اساسيه ناتجه يا اما مشكله في الرومنال كونتراكشن اللي هو الول او الريتيكولوم، او نتيجه فرمنتيشن بسميها برايمري ديزيز، او في مشكله في الفلورا المايكروفلورا ومايكروفونا اللي موجوده اللي هم الميكروبيوتا او الاسم الجديد ليها الميكروبيوتا اللي موجوده جوه الكرش، فده بسميه برايمري ديزيز. سكندري ديزيز بقى ان ممكن يعني مثلا تلاقي واحد يقول لك ايه ده الحيوان ده شكله سخن، سخن ليه؟ لان كرشه بدا يقف مفيش حركه، فتلاقي فيه سكندري ديزيز بتبقى مصاحبه معاها مفيش رومنال كونتراكشن، وفي سيستم زي التوكسيميا السبتسيميا الفيفر، الحاجات دي كلها بيكون مصاحب معاها رومنال استاسيس او الكرش واقف مفيش فيه حركه، وبالتالي بيعمل لي فور ستومك ديزيز بس سكندري، السبب فيفر، لكن الرومن روتيكولوم والفور ستومك سليمه ما فيهاش مشكله. وبالتالي لو اتكلمنا على البرايمري بقى ديزيزز، ان ممكن الرومنال فانكشن هي عمليه كومبلكس، اهم حاجه فيهم الكونتراكشن سايكل او الكونتراكشن بتاع الرومن روتيكولوم وعمليه الفرمنتيشن. خد بالك في حاجه، في بعض الامراض اللي هي بتكون ديزيز لكونتراكشن وبتنتهي بالنهايه ان بيحصل فيه مشكله في الفرمنتيشن زي ما هنعرف مع بعض دلوقتي، او العكس صحيح، بمعنى ان مرض زي اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي او نتكلم عنه النهارده اللي هو الرومنال امباكشن او الرومنال اسيدوزيس زي ما هنعرف الاسماء بتاعته المختلفه دلوقتي، هو نتيجه مشكله في الفرمنتيشن زي ما هنعرف مع بعض، لكن في الاخر في نهايته لو جيت حطيت السماعه على الكرش مش هتلاقي في كونتراكشن، مع ان المشكله فين؟ في الفرمنتيشن، لكن انتهت بايه؟ ان معاها برضو مشكله في عمليه الكونتراكشن زي ما هنعرف مع بعض على في السلايدز اللي جايه. على النقيض لو انت عندك مشكله في الكونتراكشن تمام زي التروماتيك ريتيكولوبرتونايتس مثلا، الحيوان في مشكله في فورم بودي زي ما هنعرف المحاضره الجايه ومفيش في كونتراكشن، بعد كده هيحصل مشكله في عمليه الفرمنتيشن، وبالتالي هي عمليه كومبلكس جدا معقده. بس اهم حاجه اللي هم التو بروسيس المهمين، عشان كده ممكن نقسم الفور ستومك ديزيزز اللي هي البرايمري اللي هي نتيجه المشكله في الفور ستومك، المشكله نتيجه يا اما مشكله في نتيجه الفرمنتيشن زي المرض اللي معانا النهارده، او مشكله نتيجه عمليه الكونتراكشن زي التروماتيك ريتيكولو. طبعا زي ما قلت ده كلاسيفيكيشن تاني، لو ده فلو شارت كده للفور ستومك ديزيزز، لو المرض ناتج عن عمليه تروماتيك او في فورم بودي موجود زي تروماتيك ريتيكولوبروتونايتس، لو يس او في يبقى تروماتيك ريتيكولوبروتونايتس. طب ما فيش بسال عن هل الحيوان ده في عمليه جاس فورميشن ولا لا، لو في جاس فورميشن يبقى ده تيمباني، ما فيش جاس فورميشن بسال عن حاجه مهمه هل في اوفر فيدنج ولا لا زي المرض اللي معانا النهارده اللي هو الامباكشن تمام. طبعا الفيجاس انديشن من الحاجات اللي هي بتكون برضو فيها تيمباني تمام، بس مش نتيجه اوفر فيدنج تمام. فده كلاسيفيكيشن عام كده او ما يسمى فلو شارت للكلاسيفيكيشن بتاع الفور ستومك ديزيز. يمكن احنا ان شاء الله النهارده في المحاضره الاولانيه هنتكلم عن الامباكشن او الرومنال اسيدوزيس والساره زي ما قلنا، المحاضرة الثانية هنتكلم عن التيمباني والتروماتيك ريتيكولوبرتونايتس والفيجاس انديجيشن. لو ركزنا او قسمناهم بقى، الامباكشن بيحصل نتيجة مشكلة زي ما قلنا في الفرمنتيشن زي ما هنعرف دلوقتي، التيمباني والتروماتيك ريتيكولوبرتونايتس ممكن نتيجة اكتر رايحة ناحية الايه، ان في مشكلة في الكونتراكشن
طبعا زائد ان في مشكله زي ما قلنا الحاجه الثالثه اللي هي ممكن تكون مشكله في المايكروفلور. طبعا زي ما اتفقنا ان في سكندري فور ثم ناتجه عن المشكله الثانيه، ده الحاله طبعا اللي احنا بنتكلم عنها وزي ما قلنا ما يسمى رومنال اسيدوز. لو انا حبيت اخد اوفر فيو عن رومنال اسيدوز الرومنال اسيدوزس ده بيبقى في ناس بتقول عليه فور ستومك ديزيز، في بعض الكتب او التكست بيقسموا لونه ميتابوليك ديزيز، تمام، مع ان احنا بناخده هنا مع بعض في الفور ستومك ديزيز، وهو ممكن ناس تانية تقسمه نيوتريشنال ديزيز. في الغالب او المشكله العامه او الاساسيه ان في انتيك او الحيوان بياكل هاي فيرمنتبل كربوهيدرات، هاي فيرمنتر كربوهيدراتس بيؤدي الى حدوث اكسسيف برودكشن او اكيوميشن لاسيدز. يبقى المشكله الاساسيه ان يكون الحيوان عندك كل كربوهيدرات بكميه كبيره، الكميه الكبيره دي هايلي فيرمنتبل هيؤدي لاكيوميشن لاسيدز. اللي ممكن الحيوان يموت يعني حاله زي الاكيوت رومنال امباكشن زي اللي احنا شفناها دي ممكن يحصل ديس، لكن الميجور تو فورمز اللي موجودين من الرومنال اسيدوزس اللي هو الاكيوت رومنال اسيدوزس والسب اكيوت، ودول اللي احنا اتفقنا هناخدهم بين الاثنين. لو الاعراض كلينيكال ساينس عاليه جدا وشايفها الحيوان في دايريا في دايدريشن زي ما نعرف مع بعض، الحيوان ريكومبنت نايم في الارض، في البي اتش اقل من 5.5 بتاع الرومن، طبعا البي اتش بتاع الرومن بسميه اكيوت رومنال اسيدوز. طب لو ده طبعا الثوره او الصاب اكيوت رومنال اسيدوزس، دول زي ما قلت دول تو مين كلاسيفيكيشن بتاع عمليه الايه الرومنال اسيدوز. الثوره ده بيبقى اكتر في الديري ساينس الديري فارمز، ده بيحصل زي ما نعرف دلوقتي نتيجه اكيوميشن لحاجه اسمها لاكتيك اسيد، هنعرف الباثوفيسيولوجي بتاعه دلوقتي، بي اتش بي ال 5 اقل من 5.5 5.5 بيحصل دراستيك تشين، انت مغير الاكل زي ما نعرف الاسباب مع بعض مغير الاكل مره واحده، سيفير لاكتيك اسيدوزيس ده مور كومن في الفيت لوتس او مزارع التسمين. يبقى الاكيوت رومن اسيدوزيس دايما بتسمع الشكوى دي ان واحد بيسمن في تسمين عنده، فالاكيوت امباكشن دايما بيبقى موجود في الفيت لوت. لكن الساره احنا قلنا ان الاكيوت رومنال امباكشن ناتج عن اكيوميشن لللاكتيك اسيدز زي ما هنعرف دلوقتي في الباثوفيسيولوجي بتاعه. هنا لا، في الساره نتيجه اكيوميشن للفولاتايل فاتي اسيدز اللي هنعرفهم مع بعض دلوقتي، تمام، وان في مشكله في عمليه الابزوربشن بتاع الفولاتايل فاتي اسيدز دول. البي اتش بيبقى ازاي؟ بيبقى دروب من البي اتش 5.5 لمده 3 ساعات في اليوم. في ناس تانية بتعرفه زي ما انتم شايفين كده اكتر من تعريف 5.24 hours بلو 5.8 3 ساعات بلو 5.6، لكن في استاذ كبير جدا اللي هو ليه شغل كتير على الساره عرفه ان هو البي اتش الرومنال بي اتش بيبقى 5.5 لمده 3 ساعات في اليوم. لو انا لقيت البي اتش اقل من 3 ساعات في اليوم هنعرف طبعا هنتكلم عن التفصيل دلوقتي، ده بيبقى اكتر في الديري فارمز زي ما اتفقنا. دول التو ميجور او الديفرنس ما بين التو تايبس او الميجور تايبس بتاع الرومنال اسيدوزس اللي هو الاكيوت رومنال اسيدوزس او الساره او السب رومنال اسيدوزس. في نقطه بس مهمه وده احنا اتفقنا عشان اعمل كلاسيفيكيشن الفور ستومك ديزيز، في ممكن يكون ناتج عن يا اما مشكله في الفرمنتيشن، وطبعا الفرمنتيشن نتيجه في مشكله في الرومنال بكتيريا زي ما هنعرف مع بعض دلوقتي، يا اما في العمليه الايه في مشكله عندك في الرومنال كونتراكشن. اتفقنا ان الرومنال اسيدوزس في الغالب المشكله في الفرمنتيشن والبكتيريا، فرمنتيشن والبكتيريا. طب ايه المشكله؟ زي ما هنعرف مع بعض دلوقتي ان بيحصل فيها حاجه نتيجه عمليه الفرمنتيشن بتحصل بيطلع حاجه اسمها فولاتايل فاتي اسيدز، فاكرين
سلايفا، قلنا من اول المحاضره سلايفا اللي بتطلع فيها فوسفيت وكربونيت، تمام، عشان تعدل لي الرومنال بي اتش اللي ناتج ان في اسيدز موجود. احنا قلنا الكلام ده. طيب في عندي معادله ما بين حاجتين، ما بين الفولاتايل فاتي اسيدز برودكشن والابزوربشن كاباسيتي بتاع الرومنال بابليك. فاكرين لما قلنا الرومن هو عباره surrounded by villi او epithelial tissue او بابلي او finger shape بابلي، تمام، وقلنا بتزود السيرفس تنشن عشان تعمل لي ايه؟ ايوه بالظبط، تعمل ابزوربشن للفولاتايل فاتي اسيدز دي. فانا عندي بالانس ما بين حاجتين، الفولاتايل فاتي اسيدز اللي طالعه اللي هي في الاول والاخر اسيدز، يعني هتعمل في البي اتش ايه؟ هتقلله، هتقلل البي اتش، وعمليه الابزوربشن كاباسيتي الحل ان الفولاتايل فاتي اسيدز دول يحصل لهم ابزوربشن عن طريق الرومنال ابس، تمام. الكرش بيطلع الفولاتايل فاتي اسيدز دي المفروض يحصل لها ابزوربشن عن طريق الرومنال ابيثيليوم، وتبدا تخش الدم وتروح للميموري جلاند، تمام، او تروح للتشو لو انا بسمم، تمام. فمشكله الرومنال اسيدوزز بتحصل نتيجه امبالانس ما بين مين؟ ان كميه الفولاتايل فاتي اسيدز اللي طالعه كتيره، وفي عمليه الابزوربشن بتاع الرومنال كباستي بتاع الرومنال دي قلت نتيجه اي سبب موجود. بيقول لك ان عمليه الحيوانات طبعا عارفين اللي بيميز الرومنانت عن اي سبيشيز تاني ان هو بياكل السليلوز، بياكل الكربوهيدرات اللي حتى الانسان ما يقدرش ياكلها، تمام، عنده مقدره زي ما هنعرف مواد دلوقتي ان هو يحول الحاجات دي لحاجات فاليبل جدا اللي هي الفولاتايل فاتي اسيدز، وبالتالي الرومن موجود في بكتيريا وبروتوزوا وفانجاي، والحاجات دي كلها بتبدا ان نتيجه الكربوهيدرات بالاخص الشوجر والستارش بيطلع زي ما قلنا او هنعرف دلوقتي بيحصل فيه فولاتايل برودكشن لفولاتايل فاتي اسيدز. الفولاتايل فاتي اسيدز دي اسيدز فهتقلل لي البي اتش، هيطلع حاجه اسمها اللاكتيت هنعرف برضو دلوقتي مع بعض. البي اتش لو اقل من 5 و8 لحد 5 و5 انت هنا في منطقه بيسموه الساره، الساب اكيوت رومنال اسيدوز. يعني تاني نرجع اتفقنا بيكون مور كومن فين؟ ايوه في الديري فارمز، زمايلنا اللي شغالين في المزارع الحلاب دايما بيبقى عندهم مشكله او هوس من الساره، الساب اكيوت رومنال اسيدوز. لكن زي ما اتفقت البي اتش اقل من 5.5 هيطلع هنعرف يعني ستريبتوكوكس بوفيز ولاكتوباسيلاي زي ما هنعرف الباثوفيزيولوجي دلوقتي، هيؤدي الى الاكيوت رومنال اسيدوزيس وممكن الحيوان يحصل جس. هنبدا زي ما اتفقنا مع بعض بالاكيوت رومنال انفكشن، اكيوت رومنال انفكشن. ليه اسامي؟ نبقى عارفين الاسامي كلها، اكيوت كربوهيدريت انجورجمنت، ان الحيوان واكل، اتفقنا هي نتيجه اكل الكربوهيدرات بنسبه كبيره. انجورجمنت ان هو في لكمه بيسموها طبعا اللكمه. اكيوت رومنال امباكشن، اكيوت اندايجيشن، طبعا الحيوان ممكن يبقى في سيمبل دايجيشن اللي هو اكل خفيف، لكن اكيوت اندايجيشن حيوان في اكيوت اندايجيشن وقف اكل خالص، دي لاكتيت اسيدوز. وجايه منين دي لاكتيت اسيدوز؟ هنعرف من الباثوفيسيولوجي دلوقتي. توكسيك اندايجيشن، الحيوان بيحصل فيه absorption للإندوتوكسينز فبيسموه توكسيك اندوجيشن. رومينال جرين اوفرلود، ان الرومين بقى مليان بجرين اوفرلود. كلينيكال رومينال اسيدوز، كلينيكال رومينال اسيدوز ده كلينيكال، طبعا احنا قلنا الصاب اكيوت رومينال اسيدوز ده اللي هو الصار. هنا الكلينيكال يعني في اعراض، في زي ما اتفقنا ان في كلينيكال ساينس موجوده بشكل كبير جدا. اللاكتيك اسيدوز بيطلع نتيجه اللاكتيك اسيدوز زي ما نعرف دلوقتي في امريكا بيسموه الفاون. لو احنا شفنا اوفر فيو على الرومنال امباكشن، الرومنال امباكشن ده بيسبب موربيديتي ومورتاليتي كتير. ده اليو اس دي اي كانت قالت ان 4.4 من الكاتل بيبقى فيها مشكله من دايجستيف بروبلم، 14 ل 42 من في المية من حالات الديزيز في الفيتلوتس نتيجه دايجستيف ديس اوردرز. الرومينال امباكشن او الكلينيكال، خلينا نقول الكلينيكال رومينال اسيدوزز بيسبب مورتاليتي عاليه جدا، او تاني سبب مسببات المورتاليتي في الفوتلت في مزارع التسمين
ايه اللي بيسبب مشاكل في البيف؟ طبعا ممكن يحصل في الشيب والجوت وفي زي ما قلنا هو موست دراماتيك فورم من الفور ستومك فيرمنتد ديزوردر. احنا اتفقنا خلاص، عملنا كلاسيفيكيشن للرومنال اسيدوز سواء بالنوعين اللي هو الاكيوت او السب اكيوت، ان هو نتيجه مشكله في عمليه الفيرمنتيشن. طيب عشان نفهم بس في السولوجي كويس، لا هناخد شويه معلومات سريعه كده ناكد بيها ان الرومنال او الرومنانت عباره عن يونيك في الدايجستيف سيستم بتاعها. شويه معلومات، طبعا الرومن بيبقى فيه بيسموه باج اند دراجز. ايه باجز اند دراجز؟ السجاده واللي بيبقى عليها البق، ان نتيجه عدد في بليونز من المايكرو اورجانيزم. لو انت عملت بالالكترون ميكروسكوب، شوف صوره دلوقتي للرومن كانك شايف سجاده وعليها بق فيها بليونز، من لدرجه الدكاتره اللي يقرا ويدوس قوي في الفور ستومك يتوه، بيسموه ايكو سيستم. انتوا متخيلين ان العالم اللي احنا عايشين فيه بيسموه ايكو سيستم، الرومن بيسموه ايكو سيستم لوحده، تمام؟ نتيجه البليونز من المايكرو اورجانيزمز اللي موجوده فيه. زي ما انتوا شايفين دي الكتروميكروسكوب المايكروبيال بوبوليشنز، انت شايف كان في سجاده عندك، السجاد اللي هو الجديد اللي طالع اليومين دول ده، تمام؟ وكان في بق عليه. طبعا المايكرو اورجانيزم ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون بروتوزوا، ممكن تكون فانجاي، ممكن تكون يست، تمام؟ الميكروبيال بوبوليشن طبعا بيكون اكتر حاجه البكتيريا، هجري بسرعه في الجزء ده، لكن انا محتاج الكلام ده في الباثوفيسيولوجي بتاع ال الرومنال اسيدوز. طبعا بيبقى فيه بروتوزوا، بيبقى فيه فانجاي. هنا المعلومه دي مهمه قوي، ان التكسير او عمليه الدايجيشن او الفرمنتيشن بتاع الفور ستومك بيعتمد على البكتيريا فرمنتيشن. مفيش انزيمز بتطلع، تمام، في الروم، تمام، نتيجه عمليه في انزيمز بس طالعه من مين بقى؟ طالعه من المايكرو اورجانيزمز، مفيش جلاندز. الانزيمز اللي بتكسر لك وتعمل دايجيشن والفيزيكال ماسيريشن، تمام، ناتجه عن مين؟ عن المايكرو اورجانيزم. وبالتالي كل التكست بوك دلوقتي بتتكلم عن حاجه مهمه قوي، يقول لك ان انت يو ار فيدنج باجز، او يو ار فيدنج باجز نو نوت ذكاء. انت بتاكل الباجز اللي موجوده دي او المايكرو اورجانيزم دي، مش بتاكل الكاو فعلا. لان لو المايكرو اورجانيزمز البليونز دي اللي موجوده، تمام، حصل فيها مشكله، انسى عمليه الفرمنتيشن، انسى عمليه البرودكشن، انسى تاني ان يحصل مثلا زي ما اتفقنا الانجريدينتس زي ما هنعرف. طيب الفور ستومك فايدتها ايه على السريع كده؟ جزء بقى ايه اللي بتعمل كربوهيدرات دايجيشن او سيلولوز، بالاخص سيلولوز ديكومبوزيشن، بتعمل بروتين دايجيشن، بتعمل الفات هيدروليسيس، وبتخلق فيتامين بي وفيتامين كي. الرومننت مش محتاجه فيتامين بي ولا فيتامين كي. طبعا في دلوقتي فيد اديتيفز طالعه ان هي في فيتامين بي، لكن طبعا نتيجه البرودكشن العالي ده حوار تاني، ان انت لو في الحيوانات بدات تزيد او البقر بدا يزيد البرودكشن بتاعها، فالبيبيوليشن او الرومنال بكتيريا ما بتقدرش تصنع 50 كيلو دلوقتي مثلا البار، لو بقرة واصلة ل 60 لا محتاجة سبلمنتيشن من بره. لو احنا بصينا على ده مثلا الكربوهيدرات، وبصينا على ده البلانت سيلز، البلانت سيلز دي بيبقى في حاجة اسمها مايكرو فايبر، تمام؟ لو انت بصيت ان ده بيتكون السليلوز والهيميسليلوز والجنين، بيشبهوها بالخرسانة، عارف عمود الخرسانة، تمام، والعمود الحديد، البارز بتاع الحديد دي ده السليلوز، ومن بره الخرسانه الاسمنت ده الجنين، ده بيبقى محتاج يتكسر. طب مين اللي يكسره الاول؟ تيجي الفانجاي تبدا تكسر الليجنيفايد تيشو دي، وتبدا يطلع السليلوز والهيموسليلوز من جوه، تيجي البكتيريا او الميكروبيال بوبوليشن السليلوتيك والهيموسليلوتيك بكتيريا تطلع لي حاجه اسمها الفولاتايل فاتي اسيدز. ايه هم بقى حكايه الفولاتايل فاتي اسيدز دي؟ الكربوهيدرات دايجيشن، لما البار او الجاموس يعمل كربوهيدرات في الدايجيشن بيطلع جلوكوز وبيروفيت، وفي النهايه بينتهي
بحاجه اسمها مجموعه من بروتين الفاتي اسيدز اللي احنا كنا بنتكلم عليها من ساعتها. بقى ايه هم البروتين الفاتي اسيدز؟ اللي هو الاسيتيت، البروبينيت، البيوتريك اسيد. اسيتيت، بروبينيت، بيوتريك. ببساطه الاسيتيت ده طبعا كل زي ما انتم شايفين النسب كل واحد، عشان نبسط الموضوع، الاسيتيت هو المين سورس بتاع الميلك فات. يعني اللي بيصنع الميلك فات هو الاسيتيت. ده الفات اللي راح فين؟ في اللبن. البروبيونيك اسيد هو المين سورس بتاع الجلوكوز. المين سورس بتاع الجلوكوز 67% من الجلوكوز اللي طالع جاي من البروبيونيك اسيد. جاي مين؟ من البروبيونيك اسيد. تمام؟ عن طريق حاجه اسمها جلايكونيوجينيسيس. البيوتريك اسيد من الحاجات اللي بتخش في تصنيع برضو الميلك فات وليها دور مهم جدا. البيوتريك اسيد، البيوتريك اسيد هو اللي بيدي انرجي للرومن الابيسيليوم ان تعمل ابزوربشن للفولاتيل فاتي اسيد. دول الثلاثه مين فولاتيل فاتي اسيد، اسيتيت، بروبينيت، بيوتريك. اسيتيت زي ما قلنا بيروح للميلك فات، بروبينيت هو السورس بتاع ال الميلك شوجر اللي هو الجلوكوز اللي بيتحول بعد كده زي ما اتفقنا للاكتوز، والبيوتريك اسيد بيخش في جزء في الميلك فات وبيديني انرجي للرومن الابيسيليوم عشان تعمل ابزوربشن تعمل ابزوربشن فولاتيل فاتي اسيد. في اللاكتيت هنتكلم عنه تفصيل دلوقتي، ده جراف في اللي بيوديك ازاي الكربوهيدرات السليلوز والستارش هيتحولوا لحاجه اسمها البيروفيت، وبعد كده دي بتبدا في الاخر بينتهوا بالثلاثه الاسيتيت بيتريت بروبينيت. نرجع تاني للايه الكريمه من بين ايه فارسين ودم. تمام، دول الانجريدينت. فاكرين لما قلنا الميموري جلاند هو بيروح لها الانجريدينت اللي جاي منين؟ من الكرش. طب اللي جاي الكرش الميكروبيال بوبوليشن البكتيريا هتبدا تكسر في الكربوهيدرات اللي هتبدا تطلع لي الثلاثه دول الاساسيين. الاسيتات هيبقى السورس للميلك فات، البيتريت يديني انرجي للرومنال ابيسيليوم عشان يحصلوا ابزوربشن للفولاتيل فاتي اسيدز. تمام، والبروبينات ده اللي بيروح للليفر بعد كده، ومن الليفر يبدا يروح يعمل جلايكونيجينيسيس ويبقى السورس للجلوكوز دي انواع بكتيريا اللي موجوده. تمام، اللي بتبدا تعمل لي ايه عمليه الايه الفيرمنتيشن ده. انا كنت في امريكا وكنا بنشتغل على رومن البكتيريا دي، ونبدا نجمع رومن البكتيريا ونبدا نعمل لها بي سي ار ونبدا نشوف الانواع دي موجوده ولا لا. بس انا عايز هنا بس احدد حاجه منهم، الستريبتوكوكس بوفيس. الستريبتوكوكس بوفيس ده لو انت قريت اللي هي التارجت بتاع مين؟ الستارش. اعرف المعلومه دي دلوقتي عشان الباثوفيسيولوجي. لما تزود الستارش مين اكتر بكتيريا بتشتغل؟ الستريبتوكوكس بوفيس، وهي دي اساس المشكله في الباثوفيسيولوجي في رومن الانفكشن زي ما هنعرف مع بعض دلوقتي. ده دايجرام سيبكم بتطلعوا عليه. اللي انا كنت بقوله دلوقتي ان عندك فورج وجرين وسليلوز وهيموسليلوز والستارش، في النهايه هتبص تلاقي ده الرومن. تمام، النهايه بيتحول لجلوكوز، الجلوكوز والفولاتيل فاتي اسيدز دول اللي هم البروبينات والاسيتات والكيتونز، هتلاقي كل واحد يروحوا بعد كده للليفر. البروبينات هيتحول لجلوكوز هنا. تمام، ويبدا يروحوا على البلط من بين ايه تاني؟ بين فارسين ودم. البلط هيبدا يوديهم على فين؟ على المصنع اللي هو الماماري جلاند، او لو انت الحيوان بيتسمن او في تسمين في الفات. تمام، والجلوكوز هيتحول للاكتوز، والاسيتات هيتحول للميلك فات. يبقى تاني من بين ايه؟ فارسين ودم. اللبن جاي منين؟ زي ما انت شايف كده البدايه جايه من الرومن. تمام، ده ازاي بيتحول جوه الليفر. شغل البايوكيمستري برضو مش عايز ادخلكم فيه، لكن ان السورسز بتاع الجلوكوز هي بروبيونيت بيبقى بشكل كبير زي ما قلت 67%، ممكن 12% بيبقى اللاكتيت لان ده رابع فولاتيل فاتي اسيدز بنتكلم عنه دلوقتي. ماشي، وبيبدا في جزء منه الامينو. بالنسبه للفات، لو انا جيت بصيت على الفات هنا، ده تركيب اللبن الميلك الفاتي اسيد في اللبن، و ده عمليه البايو هيدريشن هيدروجينيشن اللي موجوده في الرومن،
ودور البكتيريا ان هي تبدا تعمل حاجه اسمها بايو هيدروجينيشن، هنتكلم عنها في جزء في الساره بعد كده باذن الله. نبدا بقى في حاجه مهمه جدا وهي الايتيولوجي والباثو فيسيولوجي، ازاي بيحصل الرومنال اسيدوزيس، الاكيوت رومنال اسيدوزيس، الاكيوت كربوهيدرات انجورجمنت، الفاوندر لاكتيك دي لاكتيك اسيدوزيس، اي اسم من دول، ايه الايتيولوجي والباثو فيسيولوجي ازاي بيحصل. مهم جدا قوي الجزء ده نفهمه، مهم جدا نعرفه مع بعض. لو بصينا على الايتيولوجي، في ثلاث حاجات لازم يبقوا في دماغك دايما: صادرلي، حيوان عمل اكسس صادرلي، واكسيدنتال ممكن يكون زي ما قلنا الشكوى المهمه المشهوره قوي ان البقره الجاموسه اتسيبت وقامت رايحه على شكاره ذره، شكاره غله، شكاره رز، اي حاجه من الحاجات دي اللي هي الهايلي فيرمنتابل كربوهيدرات واوفر انجيشن. الثلاث عوامل دول لازم مهمين جدا يكون معايا: صادرلي واكسيدنتال واوفر انجيشن. لو احنا بصينا على الحاجتين المهمين يبقى في عندك في مشكله في المانجمنت عندك او في مشكله في الاكل نفسه. طب تعال نبص الاول على المانجمنت. الحيوان اتسيب اللي هو جيتنج لوز، صادرلي اكسس مره واحده راح، رابيدلي تشينج في الدايت، عملت تشينج في الدايت من فورجي مثلا لكونسنتريت مره واحده، امبروبر ميكسينج لو انت بتعمل تيم ار او ما عملتش ميكسينج بتاع البانك سبيس اللي هو المساحه اللي بياكلها الحيوان او المكان اللي بياكل فيه الحيوان، اي سبب من دول نتيجه مانجمنت، دول مانجمنت. لكن الاكل نفسه ممكن يكون الراشن او الفيد فيه مشكله زي بروبر كواليتي هاي، بور كواليتي هاي، بور كواليتي فورج تمام او رافج تمام، رابيدلي فيرمنتد فود وده اشهر حاجه، فاينلي جراوندد انت الذره قطعه او عامله جرايندنج جامد اللي هو بيسمى جرين اوفر بروسيسنج. يبقى في عاملين مهمين جدا زي ما قلنا، اما سادنلي او اكسيدنتلي او اوفر انجيشن، زائد ان يكون في مشكله في المانجمنت زي ما اتفقنا الحيوان اتسيب واكسيدنتلي او امبروبر ميكسنج او المشكله في الاكل. طيب بور كواليتي هي بور كواليتي رافج هنلاقيها من دايما من ضمن الاسباب، مع يعني انت مدي كونسنتريت عالي ومع بور كواليتي هي ليه؟ هل الهي او الرافتش له دور مهم عندي؟ مع بعض كده قلنا ان في لو تفتكروا تاني مع بعض ان الرومنال بافر سيستم موجود عندك، ان في سلايفا فيها فوسفيت وكربونيت بتخش تعمل لي ريجوليشن للبي اتش نتيجه الاسيدز اللي بيطلع تمام. يبقى في معادله ما بين زي ما اتفقنا الاوفر برودكشن بتاع الفولاتايل فاتي اسيدز مع عمليه الابزوربشن كاباسيتي بتاع الرومنال بابيلي. المعادلتين دول لو فيهم البافر سيستم فيه مشكله والابزوربشن كاباسيتي فيه مشكله مع برودكشن عالي هيبدا يحصل المشكله موجوده عندك. فمثلا زي ما قلنا صادرلي اكسيدنتلي اوفر انجيشن، دخلت في حيوانات تسمين تمام، دخلتها ل بتتغذى على فورج وقمت انت مدخلها على كونسنتريت فجأة ورابيدلي بدون تفاهم كده، حيوان تسمين كان بياكل على فورج سيستم تمام ومرة واحدة دخلته على كونسنتريت علفته مرة واحدة، او حتى الحيوان واخد على الكونسنتريت بياكل كونسنتريت لكن كمية الكونسنتريت اللي بياكلها هاي ريفرمنتابل واعلى من كفاءة الرومنال مايكروبيوتا او المايكروبيال بوبليشن ان هي تتخلص لي او تعمل ابزوربشن فولاتايل فاتي اسيدز. طبعا يعني حتى في الوقت اللي فيه الحيوان بيتغذى على كونسنتريت بس الفكرة ان هو توكسيك دوز اللي هي قلنا ايه اوفر انجيشن، اوفر انجيشن موجودة عندي من الحيوان من هايلي تاني هايلي فيرمنتابل كربوهيدرات. بص يا كده هايلي فيرمنتابل كربوهيدرات طبعا اشهرهم الستاش، اشهرهم الستاش تمام، اللي في عندك رومن بافرنج كاباستي
والفولاتايل فاتي اسيدز ابسوربشن. الثاني البفر بفرنج سيستم، قلنا الكربونات والفوسفيت واللي في الصلايفه. في حاجه تانية خاصه بالبكتيريا نفسها، الفولاتايل فاتي اسيدز نفسه هنتكلم عنه دلوقتي، ليها دور في البفرنج. دي كلها بقى ان في عندك اسباب مختلفه، ان في بور كواليتي هاي، بور كواليتي رافج، تمام، لاك اوف الاكسرسايز، هاو ماتش اكسرسايز، اكسس تو جرين روم، اللي احنا قلنا عليهم فاين جراوند. دي تجميعه كده للاسباب اللي احنا قلنا عليها، يا اما مشكله في المانجمنت، يا اما مشكله فين، في زي ما اتفقنا عندك مشكله في نوع الاكل نفسه، هايلي فيرمنتابل وفي بور. نيجي بقى على الحاجه المهمه قوي 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 قوي، الباثو فيسيولوجي. اتفقنا ان في عندي كربوهيدرات بيبقى فيها، لو نفتكر الرسمه اللي كانت، بيبقى في عندي سيلولوز وهيموسيلولوز وحواليه الجنين من بره، السيلولوز دايجيشن اللي هو بينتج عنه الفولاتيل فاتي اسيد اللي هو البروبيونيك والبيتاريك والاسيتيك زي ما اتفقنا. نوع الرشن بيأثر لي على عمليه السيلولوز دايجيشن، بمعنى السلايد ده هتلاقي ان البكتيريا او الميكروفلورا والميكروفونا، لو جيت ترتب نوعيه الاكل اللي هي بتستسهله على نفسها عشان تتغذى منه، تاني هرجع نقول القاعده الشهيره you are feeding bugs not you are feeding cows، انت بتغذي البكتيريا مش بتغذي البقر، لان اللي المصنع بتاع الرومن كله تمام قايم على مين؟ على الميكروبيال بوبوليشن، على الميكروبيوتا، واللي جاي كله في الشغل كل فكره الفكره الرومن الميكروبيوتا او جي اي تي ميكروبيوتا. نرجع للنقطه دي، البكتيريا اسهل بالنسبه لها تهضم مين؟ الشجر ثم الستارج ثم السليلوز. وبالتالي لو انت الفيد ستافس اللي انت مديها او الراشن اللي انت مديها للحيوان فيها شجر عالي، بالنسبه لها اسهل فتتغذى عليه. بعد الشجر الستارج، فلو في ستارج تمام بالنسبه للسليلوز السليلوتيك بكتيريا بيقل الاكتيفيتي بتاعته زي ما هنعرف دلوقتي، لكن الستارش بيحصل فيرمنتيشن بسرعه وهايلي فيرمنتبل كربوهيدرات والبكتيريا بتحبها وتبدا تشتغل عليه. السلايد ده احنا شفناه قبل كده، بس انا عايز بس اقول لك على نقول على حاجه هنا، اكد على حاجه تاني. فاكرين لما قلنا الستريبتوكوكس بوفيز؟ تاني حطها في دماغنا كده، الستريبتوكوكس بوفيز ده عباره عن جرام بيزيتيف بكتيريا زي ما خدنا في البكتيريا. التارجت السورس بتاعها اللي بتتغذى عليه الستارش، وبالتالي انت لو اديت هايلي فيرمنتبل كربوهيدرات زي ما اتفقنا بيكون في نسبه الستارش عاليه، مين اللي هتشتغل عليه؟ على طول تشتغل مين؟ الستريبتوكوكس بوفيز، الستريبتوكوكس بوفيز، ماشي؟ وهنعرف هتعمل ايه بالظبط. في بس في نوع بكتيريا وفي نوع تاني معاها، في حاجه اسمها ميجاسفير ارسينيدي، ميجاسفير ارسينيدي، وفي سيلينوموناس مش موجوده في الجدول ده، سيلينوموناس رومونيتا. الاثنين دول بيسموهم لاكتيت يوتلايزنج بكتيريا. تاني الميجاسفير ميجاسفير ارسينيدي والسيلينوموناس رومونيتا، الاثنين دول بيسموهم لاكتيت يوتلايزنج بكتيريا. بكتيريا بتتغذى على اللاكتيت. يمكن انا قلت لكم ان في ثلاث انواع اساسيين من الفولاتيل فاتي اسيد، اسيتيك تاني وبروبيونيك وبيوتيريك. في نوع رابع انا كنت مأجل عشان نتكلم فيه في الباثوفيسيولوجي، اللاكتيت. تاني في اسيتيك بروبيونيك بيوتيريك لاكتيت. يمكن انا قلت في حته ان قلت ان في بيبقى الجلوكوز اللي بيطلع بيبقى ناتج برضو، قلنا 67% ناتج عن البروبيونيك اسيد، وقلنا 12% ناتج عن اللاكتيك اسيد او اللاكتيت، واحد من الفولاتيل فاتي اسيد. بس خدوا بالكم البروبيونيك بيوتيريك اسيتيك بسموهم شورت تشين فولاتيل فاتي اسيد، المهم اول نقطه دي، بروبيونيك بيوتيريك اسيتيك بسموهم شورت تشين فولاتيل فاتي اسيدز. ال اللاكتيت او اللاكتيك اسيد او اللاكتيت بسميه لونج تشين فولاتيل فاتي اسيدز. طيب لو شفنا الانفوجراف ده هتلاقي ايه اللي يخلي يحصل دروب في البي اتش. تاني طالما احنا فاهمين الباثوفيسيولوجي، وانا عارف ان انا طولت في المقدمه، بس المقدمه هتخدم على اللي انا هقوله دلوقتي في الباثوفيسيولوجي. عندك
ايه اللي يخلي البي اتش يقل؟ بالعقل. قلنا البي اتش ده بيقل نتيجه الاسيدز يزيد، يبقى يا اما انكريز في البرودكشن بتاع الاسيدز كميته زادت نتيجه الفرمنتيشن، يا اما ان عمليه الابزوربشن او البفرنج بتاعته قلت، صح؟ يا اما البفرنج بتاع الاسيدز دي قلت، تمام؟ نتيجه تاني قلنا مين؟ السلايفا اللي بتيجي، السلايفا التاني، السلايفا اللي فيها بصيتو كربونات عشان تعادل او ريجوليشن في البي اتش. يا اما ممكن يكون الكميه اللي طالعه عندك ناتج كويس، كميه مش كتيره من فولاتيل فاتي اسيدز، والابزوربشن بتاعها تمام، والبفرنج البفرنج بتاعها تمام، لكن المشكله فين؟ في الابزوربشن، ان الول بتاع الرومنال بابلي فيه دامج ما يسمى الرومنايتس، وبالتالي اللي يخلي ان يحصل فيه دروب في البي اتش. وهنا تاني بناكد التاني للمره مليون، الرومنال اسيدوزيس، اكيوت رومنال اسيدوزيس، هو نتيجه بروبلم في عمليه الفرمنتيشن في الفور ستومك، انكريز برودكشن اورجانيك اسيدز، ماشي، هيؤدي الى الانفكشن. او تاني حاجه ان عمليه البفرنج فيها مشكله. ويجي هنا انا قلت في من ضمن الايتيولوجي لو تفتكروا بور رافج او بور فورج، ايه علاقه الفورج والبور؟ نفتكر تاني، لازم تدي فايبر. في ناس بتقوم في عمليات التسمين بيبقى فرحان يقوم رافع نسبه الكونسنتريت تمام جدا تمام، وينسى الفايبر. الفايبر ليه دور مهم جدا. امتى؟ ان افكتيف فايبر انتيك، لو انت ما اديتش رافج او فورج زي دريس زي التبن زي اي حاجه من الحاجات اللي هي الفايبر، الفايبرز دي هي اللي بتعمل اكتيفيشن او ستيميليشن لعمليه الايه؟ البرودكشن للسلايفا. وبالتالي لو انت تاني من ضمن الاسباب قلناها بور كواليتي فورج او رافج تمام؟ او ان افكتيف فايبر هتقلل عمليه البرودكشن لمين؟ للسلايفا. النقطه دي مهمه قوي. ليه الان افكتيف فايبر انتيك بيؤدي الى حدوث اكيوت رومنال اسيدوز او رومنال اسيدوز عامه؟ لان بيقلل عمليه البرودكشن بتاع السلايفا، وبالتالي يقل الاسيد الفوسفيت والكربونيت، وبالتالي بيقل عمليه الايه؟ البفرنج سيستم بتاع مين؟ البفرنج سيستم للثانيه. ثالث حاجه الامبيرد ابزوربشن اوف اورجانيك اسيد. ثاني، يا اما البرودكشن زايد، او لو البرودكشن زايد بس في بفرنج كويس ماشي، نفترض الحاجة التانية إن مفيش بفرنج كويس، إن أنت مش مد فايبر فهتقلل نسبة سلايفا، يا إما إن برودكشن كويس معقول مش زايد ولا حاجة وعملية البفرنج كويس، لكن المشكلة في عملية الأبزوربشن. الرومنال إبيثيليوم يا دكاترة، الرومنال إبيثيليوم المفروض إنه مش محاط بميوكس، مش محاط بميوكس زي الأبوميزم كده يحافظ عليه، لأ. وبالتالي في حالات لو في دامج زي حالات الرومنايتس، التهاب في عمليه، او في حالات بعض الحالات فيها باراكريتوزيس تمام، بيبدا عمليه الايه؟ الابزوربشن بتاع مين؟ الفولاتيل فاتي اسيدز بتقل، الفولاتيل فاتي اسيدز بتقل. هنبص هنركز قوي في اللي جاي ده بقى، ونشوف الجزء اللي معانا اللي جاي ده. لو انا جيت بصيت هنا ده البي اتش، اتفقنا ان الرومنال بي اتش اتفقنا من كام لكام بالظبط؟ من 5.8 ل 6.9، 5.8 ل 6.9. طبعا بيختلف على حسب الاكل ونوع الاكل، وده فورج ولا كونسنتريت، والوقت بتاع اللي انت واخد فيه البي اتش والكلام ده. اتفقنا ان نتيجه عمليه الفرمنتيشن بيطلع فولاتيل فاتي اسيد اللي هم شورت تشين فولاتيل فاتي اسيدز اللي هم الاسيتيك والبروبيونيك والبيوتريك. في معلومه مهمه هنا لازم نعرفها في الباثوفيزيولوجي، ان الشورت تشين فولاتيل فاتي اسيدز دول الاسيد ديسوشيشن كونستانت بتاعهم بيبقى قليل، وبالتالي عند 5 و6 او 5 و5 زي ما اتفقنا اللي هو الفيسيولوجيكال ثريشولد اوف سارا او سب اكيوت رومنال اسيدوزيس، الفولاتيل فاتي اسيدز دول بيتحولوا لحاجه اسمها اندسوشيتد فورم او بروتينيتد فورم. طبعا شغل كيمياء، لكن ببساطه خالص ببساطه خالص ان عند البي اتش لما يبدا يقل، طبعا الفولاتيل فاتي اسيدز بتقل بتزيد، فالبي اتش يقل انهم اسيدز. عند 5 و6 او 5 و5 بيتحولوا لحاجه اسمها
اندوسيشيتد فورم او بروتينيتد فورم. يعني ايه بروتينيتد؟ من اساتذتنا بتوع الكيمياء يقول لك ان هو بيسحب الهيدروجين، بيسحب الهيدروجين. فالى جانب ان السلايفا بتعمل بافرنج، الفولاتيل فاتي اسيد نفسها لها دور في عمليه البافرنج. عند البي اتش ما يبدا يقل 5 ل 5 و 5 و 6 تبدا تعمل لي بالظبط نتيجه البروتين، تبدا تسحب لي الهيدروجين الموجود، هيدروجين ايون. طب طبعا هيدروجين ايون اتسحب، يبقى البي اتش هيزيد، البي اتش هيزيد، فيحصل ريموفال للفري هيدروجين من رومنا الفلويد، تمام. وبالتالي بيبدا يحصل فاسيليتيت للفولاتيل فاتي اسيدز ابزوربشن. ليه؟ معلومه دي مهمه برضو جدا، ان الفولاتيل فاتي اسيدز ابزوربشن اكروس رومنال ابيثيليوم تاني من بين نفرسين قدامي، تمام. الفولاتيل فاتي اسيدز بيحصل لها ابزوربشن مين اللي بيديها الانرجي؟ البيوتيريك اسيد لو نفتكر. طيب الفولاتيل فاتي اسيدز دي اللي هي من خلال رومنال ابيثيليوم، تمام، هيحصل لها ابزوربشن، بيحصل لها بازفلي يعني بسهوله جدا ابزوربت لما بتكون في الاندسيشيتد فورم اللي هي بروتينيتد. يعني ايه بروتينيتد؟ يعني واخده هيدروجين، يعني هو بيخلصني مين؟ من الهيدروجين، فيرفع لي البي اتش، فده بافرنج سيستم. يبقى البافرنج سيستم يا اما سلايفا فيها فوسفيت وكربونات، يا اما الفولاتيل فاتي اسيدز نفسه، تمام، اللي هو عند 5 و5 او 5 و6 اللي هو الثريشورد بتاع السورو، تمام، بيحصل شيفتنج للفولاتيل فاتي اسيدز، بتبدا تحول اندسوشيتد، بتبقى بروتينات تسحب او تعمل ريموف للهيدروجين فري ايون اللي هو الهيدروجين ايون، وبالتالي بتقوم رافعه لي البي اتش. سبحان الله، ده بافرنج طبيعي جدا. طب في مشكله؟ مشكلتك بقى لو انت مدي ستارش عالي، كميه ستارش كتيره، ايه اللي بيحصل هنا؟ كميه ستارش كتيره، تمام، اقل. مين اللي بيشتغل؟ فاكرين ما قلنا في جدول مين اللي بيحب الستارش؟ الستريبتوكوكس بوفيس. الستريبتوكوكس بوفيس هي تولرانت للبي اتش اقل من 5 و6 واقل من 5، يعني تولرانت، مقاومه، بتنها عايشه، بتنها عايشه. خد بالك في الوقت ده بعد البي اتش ما يقل 5 و6 و5 و5 معظم البكتيريا بتقل، السيلوليتك والهيموسيلوليتك، اللاكتيت يوتلايزنج بكتيريا فاكرينها بتموت برضو. لكن مين اللي بتبقى عايشه في الوقت ده؟ الستريبتوكوكس بوفيس. ستوكوكس بوفيس في الهايلي، احنا قلنا من ضمن الاسباب ان انت مدي هايلي فيرمنتابل كربوهيدرات تشتغل عليه اللي فيه ستارش عالي زي ما قلنا الويت البارلي الكورن، ده اعلى نسب من الستارش، تشتغل عليها بتبدا تحول الجلوكوز بدل ما تحوله للفولاتيل فاتي اسيدز، لا بتحوله لاكتيت، لاكتيك اسيد اللي هو بنسميه لونج تشين فولاتيل فاتي اسيدز، بدل ما تحوله فولاتيل اللي هو شورت تشين فولاتيل فاتي اسيد تحوله لونج تشين فولاتيل فاتي اسيد اللي هو اللاكتيت او اللاكتيك اسيد، تمام. امتى بقى؟ زي ما قلنا لو انت عندك ستارش، نرجع للسلايد من السلايد اللي فات او اللي قبله، قلنا ان البكتيريا بتحب اكتر تتغذى على الحاجه السهله اللي قلنا الشجر وبعدين الستارش. مين بقى هنا في الوقت ده اللي تتغذى؟ الستريبتوكوكس بوفيس، تمام. طيب البي اتش هيحصل ايه بعد كده؟ نتيجه ان انت الفولاتيل فاتي ابزوربشن بيبدا يقل، لان البي اتش قل عن كام؟ 5 و5 و5 و6، تمام. مين اللي يطلع بعد كده؟ اللاكتيت برودكشن هو اللي يزيد، لان في لوور ديسوسيشن كونستانت 3.9، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ اللاكتيت عامه بورلي ابزوربشن، بورلي ابزوربشن من الرومن، بيتجمع فين؟ في الرومن، تمام. تاني قلنا الابزوربشن بتاع الفولاتيل فاتي اسيد سهل، مين اللي بيسهله؟ سبحان الله، انه بيعمل بافرنج يسحب مين؟ الهيدروجين. لكن عند البي اتش لما يقل 5 و5 و5 و6 اقل من كده، ستريبتوكوكس بوفيس بتبدا تشتغل. الستريبتوكوكس بوفيس هتطلع لاكتيت. طب ايه المشكله في اللاكتيت؟ اللاكتيت هنا مشكلته ان هو الابزوربشن بتاعه من الرومن بيكون صعب شويه عن فبيتجمع جوه مين؟ الرومن. اللاكتيت زاد، تمام، مين اللي بتحب بقى اللاكتيت؟ اللاكتوباسيلاي، ودي المشكله الكبيره، تمام. هنا خلينا نشوف ان عندك صدري اوفر انجيشن للهايلي فيرمنتابل كربوهيدرات من اللي بتحبه او ستارش عالي، هتطلع مين بعدها بساعتين لاربع ساعات، عشان كده الحيوان ممكن يموت within few hours. الستريبتوكوكس بوفيس ده قلنا جرام بوزيتيف بكتيريا تولرنت البي اتش اقل من 5 و5 و5 و6، تمام، هتبدا يحصل لها جروس، تمام.
هتطلع لي زي ما قلنا هتطلع لي لاكتيت زي ما اتفقنا ان هي بدل ما بتحول لشورت تشين فولاتيل فاتي اسيدز بتطلع لونج تشين فولاتيل فاتي اسيدز اللي هو مين؟ اللاكتيت. هيبدا ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اللاكتيك اسيد هيزيد اللي هو البرودكشن بتاعه. طيب لحد ما البي اتش البروتوزوا هتموت، السيلوليتك بكتيريا هتموت، فاكرين اللاكتيت يوتلايزنج بكتيريا اللي هم مين؟ ايوه الميجا سفيرا السينيدي والسيلينوموناس سيمونوتوم، دول هيموتوا لان البي اتش قل عن 5 و5. مين اللي هيطلع بعد كده؟ السبتوكوكاس بوفيس، حتى انها تشتغل تعمل مور دروب في البي اتش. طيب مور دروب في البي اتش ايه اللي هيحصل؟ قلنا اللاكتيت طبعا زي ما قلنا هنا ديستروي لكل انواع البروتوزوا والبكتيريا. تمام، تيجي البي زي ما قلنا ان هي تولرنت لاقل من 5 و5 هي عند 4 4.5 ما بتقدرش تعيش الستريبتوكوكس بوفيس، واللاكتيت بيزيد، هي بتتنها تطلع لاكتيت، تتنها تطلع لاكتيت. مين بقى اللي بيهيص في الهيصه دي كلها بقى؟ مين اللي بيطلع بقى بعد كده؟ زي ما اتفقنا اللاكتو باسيلاي. ايه مشكله اللاكتو باسيلاي؟ اللاكتو باسيلاي هتزود لي لاكتيك اسيد اكتر من الاكيوميشن لاكتيك اسيد. طب ايه يعني برضو اللاكتيك اسيد يحصل له اكيوميشن؟ اتفقنا ان هو بورلي ابزوربد وبيتجمع جوه الرومن في الروم. تمام، في نقطة مهمة هنا وبنتسأل فيها كتير ونبقى عارفينها، إن فاكرين لما من ضمن الأسماء قلنا دي لاكتوز أو دي لاكتيك أسيدوز. اللاكتيت في منه فورمز، تو فورمز، ال فورم والدي فورم. النوع اللي بيحصل ودي مهمة قوي في الرومنال أكيوت رومنال أسيدوز الدي لاكتيك أسيدوز. طب ليه؟ الدي لاكتيك أسيدوز الفرق عن مع ال لاكتوزس. تمام، ان الدي لاكتوز بيطلع من الميكروبس بس، ال ال فورم بيطلع من الماميليان سيلز والميكروبيال سيلز. ال ال فورم بيحصل له ايزلي ميتابولايزد باي كاردياك وهيباتيك تيشو، بيروح على الهارت وعلى الليفر ويحصل له ميتابوليزم. لكن الدي لاكتوزس او الدي لاك الدي فورم او الايزومير لاكتيت ده ما بيحصلوش نوت ميتابولايزد، بنطلع من الميكروبس تاني. الدي النقطه دي مهمه قوي، الدي لاكتيت بيطلع من الميكروبس بس، عكس ال لاكتيت بيطلع من الماميليان سيلز والميكروبس. ال لاكتيت از ميتابولايزد باي كاردياك وهيباتيك تيشو، الدي لاكتيت لا بيطلع من الميكروبس بس، بتخلص منه الجسم وبالتالي اكيوميليت للسيركيوليشن، وبالتالي لما تجمع اللاكتيت او الدي لاكتيت في السيركيوليشن هيحصل فيه لاكتيك اسيدوزيس وميتابوليك اسيدوزيس مع بعض. مهم قوي تعرف الفرق ما بين الدي لاكتوزيس والال لاكتوز، مهم جدا. طيب ايه الفرق ما بين تاني ناكد على المعلومه دي، اللونج تشين فولاتيل فاتي اسيدز اللي هو اللاكتيت والشورت تشين فولاتيل فاتي اسيدز. تمام، الفولاتيل فاتي اسيدز نفسها الشورت تشين فولاتيل فاتي اسيدز اكت از بافر تاني. فاكرين لما قلنا ان هي بتحب الانسيتيتد فورم او بروتينيتد فتسحب الهيدروجين وتتخلص منه فتاكت از ا بافر الى جانب الصليب. قلنا لكن اللاكتيت تمام، وقلنا طبعا بيحصل له ابزوربشن لما بتكون في الشورت تشين فولاتيل فاتي اسيدز في الانسيتيتد فورم بيحصل لها ابزوربشن از، عكس مين؟ اللاكتيت. اللاكتيت قلنا الديسوسيشن بتاعه بيبقى 3.9 وبالتالي عمليه الابزوربشن بتاعته بتبقى صعبه وبتجمع جوه الروم. طيب كده اتجمع خلال اتجمع كميه لاكتيت عاليه او بقى هو اللي موجود فولاتيل فاتي اسيد، شورت تشين فولاتيل فاتي اسيد ما عادش موجوده تاني. وده فرق ما بين، اكد على المعلومه دي، الفرق بين الاكيوت رومن اسيدوز والسب اكيوت رومن اسيدوز او السارة. الاكيوت رومن اسيدوز مين اللي موجود؟ اللاكتيت ماشي، السارة الفولاتيل فات اسيدز اللي هم البروبينيك والبيتاريك والاسيتيك هم اللي بيتجمعوا. خلال 7 ل 24 ساعه ممكن الحيوان يوصل ان هو يحصل ديس. ايه اللي بيحصل كتكمله للباثوفيسيولوجي للمشاكل الباثوفيسيولوجي؟ بيبدا يحصل فيه عندك كيميكال رومنايتس. اللاكتيت يا جماعه بيكون كروسيف للرومنال تاني، الرومنال ابسيليوم قلنا ان الرومنال ابسيليوم ما بيبقاش تاني ما بيبقاش حواليه ميوكس، مفيش حاجه بتحميه،
وبالتالي اللاكتيك اسيد لما بيتجمع بجلوكوزيت بيبدا يعمل كيميكال رومانايتس، تمام؟ وكمان بيطلع معاه الهيستامين، وهنعرف الهيستامين طالع دلوقتي نتيجه نوع معين من البكتيريا هنقول عليه. طبعا اللاكتيك اسيد من ضمن ما بيتجمع قلنا نوت ايزلي ابزوربت من الرومن، بيزود لي الاوزموتيك بريشر، بيزود لي الاوزموتيك بريشر جوه مين؟ جوه الرومن. يعني ايه هيزود لك الاوزموتيك بريشر؟ هيبدا يسحب يعمل سيكوستريشن للفلويد جوه الرومن. الدنيا ظبطت بقى، قلنا عند البي اتش ما يقل اقل من 5.5 اللاكتيت طلعت، طلعت لاكتوباسيلاي. مين اللي موجوده تاني؟ الكوليستيراديا، الكوليفورم. طب دول هيعملوا ايه؟ ايوه هيعملوا الليبريشن للاندوتوكسنز. نفتكر مع بعض كده الاندوتوكسنز، نفتكر مع الدكتور مدحت في الترم الاولاني لما انتوا خدتوا التوكسيميا والميتابوليك توكسيميا، اللي كان من ضمن اسباب من اشهر الميتابوليك توكسيميا هو الاكيوت رومينال اسيدوزيس او الاكيوت كاربوهيدريت انجورجمنت. بالظبط كده. طيب الاندوتوكسنز دي هتسكت طبعا، الجزء من اللاكتيك اسيد هيروح على مين؟ على الانتستين، فيروح يعمل لي اوزماتيك دايريا الهايند جات في الانتستين. اللاكتيت زي ما قلنا الدي لاكتيت زي ما اتفقنا ما بيحصل له ابزوربشن بتنيه في السيركيليشن، اتفقنا ما بيحصلوش ايه بالظبط؟ ما بيحصلوش ميتابوليزم، وبالتالي بيعمل ميتابوليك اسيدوز. طيب الهيستامين ريليز مع الاندوتوكسينز هيعمل لك اندو توكسيك شوك. فاكرين لما برضو في الترم الاولاني خدته مع الدكتور مدحت السيبتيك شوك، وقلنا الشوك هي ان اديكويت بلاد فلو فايتال اورجانز، بلاد فلو للفايتال اورجانز مش هيبقى قليل. من ضمن انواعه لو تفتكروا الشوك اللي هي الاندو توكسيك شوك او السيبتيك شوك نتيجه مين؟ الاندوتوكسينز، الاندوتوكسينز، الاندوكسينز اللي بتبدا تطلع، وبالتالي هيحصل فيه عندي ما يسمى سيبتيك شوك او اندوتوكسيك شوك. الاكسجين مش هيحصل له او الفيلير للفيتال اورجان ان هي تعمل يوتيلايزيشن للاكسجين، تمام؟ وتفتكروا كان الدكتور متحكي لكم ضمن اسباب الجرام نيجاتيف بكتيريا واشهرهم الكولوفورم. فلما البي اتش بيقل بتاع الرومن الكولوفورم بكتيريا الاشيريشيا كولاي بتبدا تعمل الليبريشن للاندوتوكسينز مع الهيستامين تعمل لك اندوتوكسيك شوك. طبعا قلنا ان اللاكتيت بيبقى يزيد الاوزموتيك بريشر، فلما يزيد الاوزموتيك بريشر هيعمل سيكوستريشن للفلويد، هيعمل سيكوستريشن للووتر. بيعمل سيكوستريشن للووتر ايه اللي هيحصل؟ وكمان بيروح على الهاند جات يعمل لي دايريا، دايريا دي هتبعها ايوه بالظبط، هيحصل فيه دايهيدريشن، هيحصل دايهيدريشن هيتبعه ما يسمى الهايبوفولوميك شوك، انتوا برضو خدتوها في الترم الاولاني اللي هي ديكريز للكابيري بروفيوجن. كان من ضمن اسبابها الهايبوفولوميك شوك مين؟ ايوه الدايهيدريشن. طب الدايهيدريشن حصل هنا ليه؟ نتيجه ان اللاكتيت لما اتجمع اللاكتيك اسيد او اللاكتيت الدي لاكتيت لما اتجمع في الرومن عمل سيكوستريشن للفلويد، وحتى برضو عمل لي دايريا فحصل دايهيدريشن. طبعا الكلام ده كله الاندوتوكسيك شوك مع الهايبوفولوميك شوك هيبدا يحصل لك ميتابوليك اسيدوز، هيحصل فيه ريديوس للبريفرال سيركيليشن، تمام؟ هيحصل فيه انروبيك سيلولر ميتابوليزم هيتبعه ميتابوليك اسيدوز. كل دي كومبليكيشن، عشان كده الحيوان بيموت من كتر الحاجات دي. يبقى الاكيوت رومينال اسيدوزيس الحيوان بيظهر عليه اعراض نتيجه اللي احنا قلناه في الباثوفيسيولوجي ده كله، وبيبدا يحصل فيه عندك كيميكال رومناي الكي هنا الايه بالنسبه لك الكي كيميكال رومنايتس، انكريز الاوزموتيك بريشر، التوكسينز اللي بتطلع، الهايبوفولاميك شوك، الدايهيدريشن، الميتابوليك اللي بتحصل. الرومينال اسيدوز فيه كومبليكيشن، من اهم الكومبليكيشنز دي ان فيها هايبوكالسيميا، بتلاقي الكرش واقف. عشان كده هنقول في التريتمنت ان انت لازم تدي سورس للكالسيوم ليه، وفي لامينايتس هنعرف ليه دلوقتي، وفي بولونسيفالوماليشيا، وفي ليفر ابسس، تمام؟ ده لو الحيوان عاش طبعا. الهايبوكالسيميا ليه؟ ودي سؤال ممكن تتسال فيه، نتيجه الكالسيوم مال ابزوربشن، الكالسيوم مال ابزوربشن نتيجه اللو بي اتش اللو بي اتش في الانجستا اللي بتخش في الانتستين، فهيحصل الابزوربشن بتاع الكالسيوم هيقل نتيجه الاسيدوزس اللي حصل. اللامينايتس نتيجه الهيستامين والاندوتوكسينز، هنعرف دلوقتي برضو بالتفصيل الهيستامين والاندوتوكسينز هيعمل لك لامينايتس. البوليونسيفال ماليشيا وده برضو نقطه مهمه جدا، الحيوان اللي فيه ده لو عاش طبعا بتلاقي عليه اعراض عصبيه، تمام؟ او هو لسه
قبل الوفاة بيحصل ليه ثيامين ديفيشنسي. طب ليه حصل ثيامين ديفيشنسي؟ مش احنا قلنا ال VHL، وقلنا فاكرين قلنا من ضمن الفانكشن، عشان كده قلنا في المقدمة الكبيرة اللي قلناها في الاناتومي والفيسيولوجي ان هي مسؤولة، الرومنال بكتيريا مسؤولة عن برودكشن للفيتامينز بي كلها كومبلكس، منها فيتامين بي 1 اللي هو الثيامين، هتعمل لي ثيامينيز، تطلع الثيامينيز هتكسر الثيامين، ومفيش ثيامين هيطلع، فالحيوان ممكن يظهر عليه اعراض عصبية. طب الليفر ابسس، الحاجات من ضمن الحاجات اليست والفنجاي زي الفيزوبكتيريوم نيكروفروم والكورينيوبكتيريوم، تمام، الاخص الفيزوبكتيريوم بتبدا بتعيش في البي اتش القليل، تعيش في البي اتش القليل، الفنجاي واليست بتقاوم البي اتش القليل، واحنا اتفقنا ان البي اتش القليل عندي في من ضمن الرومنال اكيوت رومنال اسيدوز بيبدا يحصل لها ابزوربشن او توصل للبورتر سيركيليشن وتروح على، طبعا الرومنال ابيثيليوم هنا دامجت والمفروض ان بيحمي كل الكلام ده ما يحصلوش ابزوربشن، فبيبدا يروح على الليفر وتعمل لي ليفر ابسس، وممكن تظهر بعد شهور. عشان كده حتى في الساره في سب اكيوت رومنال اسيدوزس من بيعرفوها زي ما هنقول دلوقتي ان في بعض الحيوانات بيبدا يظهر فيها ليفر ابسس، والحيوان اللي عاش من اللي هو من الاكيوت رومنال اسيدوزس المفروض ان انت بتديله زي ما هنقول في التريتمنت انتيبيوتيك سيستميك انتيبيوتيك عشان تتخلص من حدوث الليفر ابسس او الاحتماليه ان يحصل فيه. الاستامين بقى، الاستامين بيطلع زي ما قلنا من نتيجه الدامج بتاع السيلز، وبيطلع من حام بكتيريا اسمها السونيلا هيستامينوفورم. النوع ده من البكتيريا، تمام، بيطلع نتيجه الكونسنتريت، لو الحيوان بياكل كونسنتريت كتير بيطلع الريفراشن فيها. السونيلا استامينوفورماز دي بتعيش في البي اتش القليل، واتفقنا ان فده سؤال برضو مهم، ليه النوع ده من البكتيريا بيبدا او الاستامين ريليس بيحصل؟ لان البكتيريا دي بتقاوم اللو بي اتش وتبدا تطلع بكميات هيستامين كتيره، تمام. المعلومه الثانيه ان الهيستامين لو الرومنال ابيثيليوم سليم وهيستامين ريليزد، في الطبيعي بيحصل هيستامين ريليز ما بيحصلوش ابزوربشن، لكن امتى يحصل له ابزوربشن؟ لما يكون في دامج للرومنال ابيثيليوم. فطبعا اتفقنا ان بيحصل فيه رومنايتس والكيميكال رومنايتس، فالهيستامين ريليز بيبقى سهل عمليه الابزوربشن. الهيستامين هنا سيستميكالي لما بيحصل له ابزوربشن من الرومنال ابيثيليوم بيخش على سيركيليشن، بيبقى ليه بيعمل فازو دايليتيشن، بيعمل ارتيريو كونستريكشن، وانكريز للفاسكولار برميابيليتي. التارجت اورجانز او اللي عليه ان هو على ان هو يعمل لي لامينايتس. ففي الحيوان اللي هو في اكيوت رومنال اسيدوز او حتى الساره زي ما هنعرف من كمان شويه ان بيبقى فيه اعراض لامينايتس، بيبقى فيه اعراض رامينايتس ان بيحصل فيه طبعا الاستامين ريليز ده، وبتعمل لي دامج للهوف وبتعمل لوكال اسكيميا ودامج للكوريوم نتيجه زي ما قلنا ان الاستامين بيبدا يعمل لي فيه فازو دايليتيشن وانكريز برميابيليتي ويعمل دامج. طبعا على حسب السيفيرتي بتاع الاسيدوز، لو في سيفير هتلاقي فيه سيفير ليمنس، في السب اكيوت لومينال اسيدوزس زي ما هنعرف او الساره بيحصل فيه لونج تيرم لدامج للهوف. ده الباسو فيسيولوجي، معلش انا طولت في شويه بس هو من الحاجات المهمه جدا لازم نركز عليها، اللي حتى الكلينيكال ساينس والتريتمنت معتمده بشكل كبير جدا على الباسو فيسيولوجي بالشكل ده. طيب بعد ما عرفنا ازاي والاسباب الاتيولوجي والباثوفيسيولوجي بتاع الكلينيكال رومنال اسيدوزس، تعال نشوف مع بعض ازاي اعمل دايجنوزس للكلينيكال رومنال اسيدوزس، وده عامه زي كي كده للدايجنوز بتاع الفورستومك ديزيز. الدياجنوستيك ابروتش دايما بيبقى ريليتد لاول حاجه الهيستوري، طبعا هنا بالنسبه لنا هيكون اهم حاجه بالظبط انجيشن ل هايلي فيرمنتابل كربوهيدرات اللي هو تاني سادلي اكسيدنتلي اوفر انجيشن.
بعد كده الدياجنوستيك ابروتش اللي ليه مهم دور مهم جدا عامه في فور ستومك، اللي هو الفيزيكال اكزامينيشن، الفيزيكال اكزامينيشن انسبكشن البالبيشن البركشن اسكالتيشن زي ما خدته في العملي، اشوف هل الحيوان فيه انتفاخات ولا لا. يمكن هو ماليش رول هنا اكتر، لكن في المحاضره الجايه ان شاء الله في التمبن هيبقى ليه رول، هو ما يسمى السلويتي وهنتكلم عنه بالتفصيل، او الابدومن كونتور. عامه الفور ستومك دايجنوستيك انتستين بيبقى فيه الرومنال فلويد، وده مهم جدا بالنسبه للمرض الاكيوت رومنال اسيدوز اللي معانا. البين تيست انا بتكلم هنا كدايجنوستيك ابروش الفور ستومك، عامه الميتال ديتكتورز دول مهمين للتروماتيك ريتيكولوبرتونايتس، الباراسنتيسيس، الراديو، ده الدياجنوستيك ابروتش عامه للفور ستومك. ده بالنسبه للهيستوري، لو انت جيت بصيت على الهيستوري هنا الحيوان ايه الانيشال ساينس، في الابيتايت الحيوان بياكل ولا لا. يمكن احنا لما بدانا نتكلم قلنا من اهم الشكاوى اللي بتجي لك في فور ستومك الحيوان ما بياكلش، مش باين عليه هل الحيوان بريجننت ولا لسه والد، في بارتوريشن. الحاجه المهمه قوي الدايت الراشن هنا طبعا تهمنا قوي، ان قلنا هنا يبقى هايلي فيرمنتابل كربوهيدرات. اللي شايفين هنا برضو الفايبر لينس زي ما قلنا اللي هو الان اكتيف فايبر بيبقى من ضمن الحاجات اللي مش موجوده، لو انت عندك فورج او رافج قليل هنا بيتسبب الاكيوترومنال اسيدوزيس. ده ديجرام كده ان من اشهر الحاجات اللي بتظهر لك في الفور ستومك يعني مثلا ان جنرال، لكن دي موجوده في معظم امراض الفور ستومك ديز. الحيوان ما بياكلش او في انوركسيا، الحيوان في مشكله في شوين كاد، وده اكتر في زي ما خدته مع الدكتوره نجلاء في اللي هي الاسوفيشيال اوبستراكشن. البين هل في بين ولا لا، ده ليه علاقه بالتروماتيك ريتيكولوتايز. انا هعمل لكم زي كولكشن، هل في سويلنج ولا لا، تيمباني زي التيمباني مثلا في ابدومينال ديستنشن. في سلايمنس الحيوان الكونتور بتاعه قليل، وده دايما في الحيوان اللي هو الكاشاتك اللي بيبقى امراض كرونيك دايما. في بين في الابنورمال بالبيشن او حتى بالاسكالتيشن، في انكريز للرومنال موتيليتي او لا. الفيسز من الحاجات اللي دايما بتديك انديكيشن على في فور ستومك ديزيز ولا لا، سواء في دايريا في كونستيبيشن. ده ان جنرال اللي هي الساينس اللي موجوده في الفور ستومك. طبعا في حاجات سيستميك زي البادي تمبريتشر، الفيفر، فرق ما بين مرض زي اللي معانا ده والتروماتيك ريتيكولوتونايتس اللي هناخده المحاضره الجايه. التاني التروماتيك ريتيكولوتونايتس بيبقى فيه فيفر، هنا لا مفيش فيفر. الريسبيراتوري ريت والبالس ريت، طبعا الريسبيراتوري ريت والهارت ريت والحاجات دي دايما الحانات اللي فيها زي ما انتم شايفين كده، ان قال لك لو في دروبنج للقد يبقى عندك مشكله في الاسوفيجاس. رومنال تيمباني يبقى في مشكله، هتبص بقى زي ما هنتكلم الاسبوع الجاي المحاضره الجايه السانكينج اي، يبقى في عندك مشكله في الدايدريشن. انكريز بريتوري ريت يبقى في مشكله في ميتابوليك اسيدوزيس. ريكومبانت يبقى الحيوان في بين. ده عامه في زي ما قلت الكاسترو in general. ده انفوجراف كده مهم قوي، ان لو الهارت ريت زياده عندك بتتوقع ان الفور ستومك ديزيز اللي موجوده عندك، منهم طبعا اللي احنا بنتكلم عنه النهارده الاكيوت كاربوهيدرات انجورجمنت. لو الهارت ريت اعلى من 100 ل 120، لو في انيميا بيبقى في هومرج او ميلينا، طبعا حاجات تخصنا في المرض اللي معانا او حتى المرضات اللي جايه. الريسبيريشن زي ما قلت انكريز الريسبيريشن ريت، الريت والدبس بيبقى في عندك مشكله زي ما قلنا ان في عندك ميتابوليك اسيدوز زي المرض اللي موجود معانا. في الحيوان في جرانتنج بيبقى في ابدومينال بين ولا لا. وبالتالي يبقى دايما ابص على السيستمك، في بص على الهارت ريت البالس ريت على البروجنوزس. لو طبعا انفيفربل، لو الحيوان غاب اناروكزيك وريكومبنت لمده 3 5 ايام يبقى البروجنوزس باد. الفيفربل بروجنوزس ان تلاقي الحيوان يبدا ياكل، الابيتات بترجع، بيبدا يحصل فيه رومينيشن شوينج تمام. برضو اللي هو لو في كرونيك ليجون موجود معاه يبقى دايما ابص على البروجنوزس بتاع الحيوان اللي موجوده وانا بشخص. تعالى بقى نشوف دياجنوز بقى سبيسيفيك للاكيوت رومنال. الكلينيكال ساينس زي ما قلت لكم اللي بيفرق الاكيوت رومنال اسيدوز عصابه رومنال اسيدوز ان في
كلينيكال، ايوه في كلينيكال ساينس. الكلينيكال ساينس بتعتمد على الكميه اللي واكلها، النوع، فطبعا على حسب النوع اللي واكله، الاماونت، الكميه، احنا قلنا توكسيك دوز، تمام، حتى بيسموه توكسيك اسيدوزيس، تمام. التايم، الحيوان ده واكل من امتى، هل انت لحقت الحيوان ولا ما لحقتوش، سبت الحيوان لما اكل مثلا كميه كبيره ولا لحقته على طول. النقطة الأخيرة اللي هي الـ severity of physiological derangement. فاكرين لما قلنا الـ complication؟ في عندي ممكن يحصل في metabolic acidosis، في dehydration، في chemical rhinitis، في liver abscess، في bullion encephalomalacia. ده كله بيعتمد على الكمية، الـ amount اللي الحيوان كلها، والـ type اللي كله من الـ starch. هنا بقسم الـ clinical science على المايلد ولا سيفير ولا ليت ستيج. المايلد الحيوان، وهنا زي ما شايف الجدول ده زي جمع لك كده الستيج بتاع المرض. الابيتايت، الحيوان ممكن يبدا من ان ابيتنس، بعد كده ما بياكلش خالص، ابيتنس ان هو اكلته ضعيفه، كومبليت انوركسيا. الدمنيور، هل الحيوان ديبريشن، نايم في الارض، ريكومبنت ولا لا. في الغالب الحالات اللي هي الاكيوت السيفير بيبقى الحيوان ريكومبنت ونايم في الارض، تمام. هل في رومنال كونتراكشن؟ في الغالب ما بيبقاش في رومنال كونتراكشن، تمام. زي ما قلنا الرومنال كونتراكشن هنا بيبقى ما فيش. الدايريا من اهم الاعراض اللي موجوده في الحاله بتاع الاكيوت رومنال اسيدوزيس اللي فيه دايريا، تمام. اتفقنا قلنا الدايريا جايه منين، زي ما قلت لك ان السلايد بتاع او الجزء بتاع الباثوفيسيولوجي هيسهل لك جدا فهمك للجزء ده. ايوه بالظبط، ان زي ما قلنا في انكريز اوزموتيك بريشر نتيجه الانكريز لللاكتيت او بيحصل سيكوستريشن فلويد، برضو اللاكتيت بيعدي على بيعمل هاي اند جات دايريا، تمام، نتيجه اللي بيبدا يروح يخش الانتستين يعمل لي برضو سيكوستريشن للفلويد. دايدريشن ضمن العلامات اللي بتكون موجوده، وقلنا الدايدريشن بيطبعه بيحصل فيه هايبوفولومك شوك وحتى اند توكسيك شوك، تمام، وبينتهي بميتابوليك اسيدوزيس. اللامينايتس اكوردنج تو سيفيريتي زي ما اتفقنا. الميلك ييلد طبعا من اهم اعراض الحيوان، طبعا زي ما قلنا فاكرين، ايوه المصنع واقف، مفيش رومنال واقف، رومنال فرمنتيشن واقف، وبالتالي اللبن مش هيروح، كميه اللبن اللي رايحه زي ما اتفقنا. نعيد تاني ان اللاكتوز مثلا محتاج 72 جرام عشان يكون لي لتر، فاللاكتوز هيجي منين والرومن واقف اصلا وما بيحصلش فيه فرمنتيشن، تمام. البروجنوزس طبعا زي ما قلنا الحيوان ممكن يموت وزن من 24 ل 72 ساعه. فده كلينيكال ساينس اكوردنج تو سيفيريتي. ده بعض الصور للحالات اللي هي ريكومبنت واكله بارلي، ده حيوان بارلي، حيوان جرين اوفرلود ويكو دهيدريتد ونايم في الارض. انا كانت جايه الكليه، المستشفى بتاع الكليه، كان جايه سسبكت اللي هو ليفت اوف ميزل ديسبليسمنت، انها كانت والده. ولما عملنا كلينيكال اكزامينيشن بدانا نشوف ان في حاجه اسمها رومنال بينجي، شايفين العلامه دي كده، تمام. الجزء ده بنسميه رومنال بينجنج. الرومنال بينجنج ده، تمام، بيبقى فوق عكس الليفت اوف ميزل ديسبيسمنت، تبقى تحت شويه، هنقول الليفت اوف ميزل. فلما بدانا نفحص للحاله، تمام، لقيناها ان هي كانت والده وطبعا كونسنتريت عالي، فحصل فيه رومنال اسيدوز بعد كده للرومنال فلويد. ده بيقام لحيوانات حصل فيها اكوت كاربوتين جورجمنت، وحتى شايف هنا في عندي اللي هو في موجود روبونايتس والابيسيليان بدا يحصل له ده كرونيك او ميكوتيك روبونايتس. هنا ليفر ابسيس. طبعا الحاله لو هيحصل فيه البروجنوز بتاعها، لو في ارتفاع في درجه حراره والبلس بدا يتظبط وبدا يحصل فيه الفيسز يبدا يمسك شويه، بتبدا يبدا في الحاله بيحصل لها ريكفري، تمام.
من الحاجات اللي ريجارد اللي هي ريجاردد بروجنوزيس ان يبقى في هايبوفولام هايبوكلوريميا وميتابوليك الكلوزيس. بس خد بالك ان ممكن الحاله لو ما اتعالجتش كويس طبعا الديهايدريشن علامات الديهايدريشن ايه والهايبوفولوميك شوك اللي موجود عندك سانكينج في الاي زي ما خدته الساينس مع الدكتور مدحت في الديهايدريشن في البرونجيت سكين تنتنج تمام الكابيلاري فيل تايم الديلي جاجولار فيلينج جاجولار فين هل بيحصل له ديلي في عمليه هو بيحصل له فيلينج ولا لا الويك للبالس كولد اكستريميتيز دي كلها ساينس للديهايدريشن. وهنا الديهايدريشن بيبقى بور بروجنوزيس او بيبقى انديكيشن للبور بروجنوزيس وان الحيوان ممكن يخش عندي في اندوتوكسيميا زي ما اتفقنا او سيبتيك شوك. حتى الاعراض العصبيه اللي ممكن تشوفها ان زي ما قلنا نتيجه البولينسيفال ميليشن وان البولينسيفال مهم قوي. ليه بيحصل بولينسيفال ميليشن؟ بيحصل دامج للبكتيريا اللي بتطلع للثيامين اللي هو فيتامين بي وحتى الجرام نيجاتيف بكتيريا اللي بتطلع زي كولي فورم زي الشيشا كولاي بتطلع حاجه اسمها ثيامينيز بتكسر لي الثيامين. ممكن الحيوان تلاقي بلايندنس اوبستينيس بوزيشن اللي هو ريتراكشن للهيد والنك هيد بريسنج يعني ساند على الحيطه التريجيت. دي كلها اعراض عصبيه لو شفتها لحاله بعد ما حصل فيه اكيوت رومنال انفكشن من ضمن الحاجات اللي بتبقى البروجنوز بتاعها مش كويس. في حاجه اسمها بالبوبرا ريفلكس اوريكم فيديو ليه دلوقتي. بالبوبرا ريفلكس من الحاجات اللي هي مهمه قوي في الدي لاكتيك اسيدوزيس اللي انت بتشوف الريسبونس بتاع التريتمنت وحتى السيفيرتي بتاع المرض. ايه البالبوبرا ريفلكس؟ عباره عن انت بس مجرد ان انت بتجيب ايدك وعند الكونستايفا وتشوف الريسبونس بتاع الحيوان. او طبعا نورمالي الحيوان في الريسبونس بتاعه عالي جدا انه يبدا يحصل فيه ريسبونس. دول الدايدريشن والهايبوفوليميا الديجري بتاع اللي هو السانكينج بتاع الاي المفروض النورمال فاليو يبقى اقل من 2 ملم. السكين تنتنج اقل من ثانيه اللي هو سكين فولدنج تيست. الجاجولار فيلينج المفروض يحصل رابيد تمام. جاست ان انا اعمل زي ما خدته كده الفرق بين الترو فورس جاجولار بلسيشن لما تشيل ايدك المفروض يحصل فيلينج على طول. لو متاخر يبقى ده علامه للديهيدريشن وهايبوفوليميا. الكابيلاري فيل تايم المفروض لو ازيد من النورمال اقل من ثانيتين لو زاد عن كده يبقى في ديهيدريشن او هايبوفوليميا تمام. الكولد اكستريميتيز والبلس تمام. ده من الحاجات اللي هي لو في بور بالس موجود ما انتش حاسس بالس كويس ده دي الساينس بتاع الديهيدريشن. لو لقيت الحاجات دي الابنورمال بتاعها موجود يبقى ده ساينس للديهيدريشن. عشان كده لما نيجي نعمل تريتمنت من اهم الحاجات اللي تعملها قبل ما تعمل اي حاجه ان انت تعمل ايه الفلويد ان انت تعمل تدي رومنال انتروفينوس فلويد عشان تبدا تعمل اللوس بتاع الديهيدريشن اللي حصل. بالنسبه للفيزيكال اكزامينشن طبعا بيبقى زي ما خدته في العملي بالبالبيشن بيكون ضفي او ضوي اللي هو زي العجينه تحت ايدك. البركشن بيبقى دال ساوند تمام. الاسكالتيشن بيبقى فيه كومبليت ترومينال ستاسيس كومبليت ترومينال ستاسيس نتيجه الهستامين ريليز نتيجه التوكسينز. بيبقى فيه اللونج تشين فولاتايل فاتي اسيد زي اللاكتيت متجمع. في حاجه اسمها جيرجلينج ساوند فلويد مع جازز بتكون موجودة. السلوشنج للفلويد لما تيجي تعمل بالوتمنت يعني تعمل اسكالتيشن مع تعمل بالوتمنت للكرشية تسمع صوت الفلويد اللي موجود جوه نتيجة طبعا قلنا اللاكتيت زاد فبيحصل انكريزز موتور بريشر وبيعمل لي سيكوريتي. يمكن دي هنتكلم عنها الاسبوع الجاي بالتفصيل لكن نعرف بس لحد دلوقتي ان الرومنال امباكشن من نتيجه الهايبر اسيد الاسيد اللي بيطلع بيعمل حاجه اسمها انكريز انهيباتوري ريفلكس. انكريز انهيباتوري ريفلكس وده سبب للكلينيكال رومنال استاس ليه الرومن واقف هنتكلم عنها بالتفصيل المحاضره الجايه تمام. لكن تعرف ان الرومنال امباكشن من الحاجات اللي بتعمل انكريز انهيباتوري ريفلكس وبيحصل فيه استاذ. طبعا من الحاجات الدياجنوستيك جدا وخدتوها انتم بالتفصيل في العملي واعتقد دكتور محمد دكتور مدحت والدكتور نجلاء بداوا يعملوا لكم رومنال كولكشن تمام.
ال بي اتش، تشوف البي اتش يبقى اقل من 5، اقل من طبعا زي ما اتفقنا ممكن تلاقي 2 وممكن تلاقي 3 على حسب السيفيرتي بتاع المرض. لو خدت سلايد وشفتها تحت الميكروسكوب هتلاقي جرام بوزيتيف، والكالر هو اللون، شايف اللون نازل من الحيوان ازاي جراي. دي الحاله اللي كنت قلت لحضرتك ان هي جت الكليه. اللي موجود يمكن دي الحاله اللي كانت موجوده، قلت لكم كان فيها رومنال بينجنج، اللي كان فيها رومنال انفكشن، شايفين اللون جراي قد ايه تمام. وده الحاله نورمالي، جمعنا الحاله نورمالي اوليف جرين اهوت، الفرق واضح جدا. دي الحاله اللي كنا قلنا شفناها في الكليه. اللي موجوده هنا دي اللي كانت اللي فيها رومنال امباكشن، شايف اللون الرومنال فلود عامل ازاي بالمقارنه. ده النورمال، فده النورمال وده اللي فيه امباكشن او اسيدوز. طبعا ده ازاي تعمل كوليكشن رومنال فلويد يا اما بستومك تيوب، ده خدته في العملي. المهم جدا برضو تبقى عارف الحاجات دي حتى في الامتحان النظري. الرومن نيدل بانكشر، رومن فيستلا، رومن سنتيسيس، ده ازاي اخد رومنال فلويد. رومنال فلويد اكزامينيشن ممكن يكون فيزيكال زي ما خدته، مهم برضو الجزء النظري تبقى عارف الحاجات دي. الفيزيكال زي الكالر كونسستنسي، الاودر، سيجمنتيشن، الكيميكال، البي اتش، السليلوز ديجن تيست، الجلوكوز فرمنتيشن تيست، النيتريت، المسلين بلو ريدكشن تيست، الميكروسكوبيك. يمكن حاله زي اللي كنت وريتها لكم شويه، تاخد مجرد تاخد عينه وتقطع الميكروسكوب، تحط عليها نقطه ميه بسلايد، بتشوف تحت الميكروسكوب بتلاقي مفيش بروتوزوا خالص. لو حاله نورمال تلاقي البروتوزوا بتبدا تبقى عاليه جدا. دول الانفوجراف للرومنال فلويد اكزامينيشن تمام، على حسب انا بعمل اكزامينيشن لايه. ده اللي برضه للاكزامينيشن رومنال فلويد مطلوب اننا نبقى عارفين النظري والعملي الجزء بتاع رومنال فلويد بالتفصيل. انا مش هتكلم فيه كتير لان انا عارف انتوا خدتوه بالتفصيل مع زمايلنا في العملي واساتذتنا في العملي. ده مطلوب جدا في النظري وفي العملي المره مليون، الرومنال فلويد والاكزامينيشن الرومنال فلويد، عشان عارف ان انتوا واخدينه بعد كده. ده النورمال البي اتش وايه الابنورمال تمام. الكلينيكال باثولوجي بيكون فيه هيموكل سنتريشن، سي بي سي بيبقى فيه نيتروبينيا في الحاله اللي فيها اكيوت رومنال انفكشن، بيبقى اللاكتيت بتبقى عالي، البي اتش طبعا بيبقى قليل بتاع البلاد تمام. الكالسيوم بيبقى فيه هايبوكالسيميا، قلنا نتيجه المال ابزوربشن نتيجه الاسيدوز، دي نقطه مهمه قوي. ليه بيحصل هايبوكالسيميا؟ نتيجه المال ابزوربشن، ايه الكالسيوم؟ نتيجه الاسيدوز اللي موجود في الدم، اسف في الانتستين، فما بيحصلش الابزوربشن. في هايبوكالوريميا، البان البلاد يورين نيتروجين بتبقى عاليه تمام. ده بالنسبه لليورين نقطة مهمة قوي، بيبقى فيه أسيد يوريا. لو تفتكر كان الدكتور مدحت قال لك من الكومنساتور ميكانيزم نتيجة الميتابوليك أسيدوزيس بيحصل فيه أسيد يوريا، فهنا البي اتش بيكون قليل. برضه النقطة دي مهمة قوي ممكن تتساءل فيها، ليه بيحصل فيه ميتابوليك أسيدوزيس؟ ده كان كومنساتور ميكانيزم ليه بيحصل فيه لعملية الميتابوليك أسيدوزيس اللي موجودة. أفرق الأكيوت رومنال ديفرنشال دايجنوزيس عن البارتون تيباريسيس، ان البارتون تيباريسيس اللي هو الميلك فيفر، حيوان لسه والد، مهم قوي الديفرنشال دايجنوز ده، حيوان لسه والد، دراماتيك ريسبونس للانترافينوس كالسيوم انجكشن، حيوان والده، ريكامبنت ولدت او حصل ريكامبنسي اول ما اداها كالسيوم بيبقى فيها ريسبونس. الاكيوت هيباتيتس بيبقى طبعا نتيجه مثلا ممكن يحصل ليفر ابسس، هنا الفرق بيبقى في جوندس اكتر. الايرلي ستيج من تروماتيك ريتيكلوبرتونايتس، من قلنا الفرق بيبقى في عندي فيفر وفي بين، وهناخده بالتفصيل المحاضره الجايه. الارزينيك بويزنينج والليد بويزنينج معاهم اعراض عصبيه، والانتيروتوكسيميا ده نتيجه الكوليستيريديوم بريفرنجس
تايب بي، وده دايما في الكافز والولفرد لي دايجنوزد باي ان انت تعمل ايزوليشن للمايكرو اورجانيزم. ده الجزء بتاع الدايجنوزيس والكلينيكال ساينس بتاع الاكيوت رومنال اسيدوز. طيب بعد ما عرفنا الباثوجينيسيس او الباثوفيسيولوجي بتاع الرومنال اكيوت رومنال اسيدوزيس، عايزين نعرف بقى مش مجرد تريتمنت، ايه البرنسبلز بتاع التريتمنت بتاع الكلينيكال رومنال اسيدوز. خلينا نتفق عشان تبقى عارف دياجنوزيس والتريتمنت، لازم تبقى فاهم يعني ايه باثوفيسيولوجي. وبالتالي لو احنا جينا وقلنا اهم الباثوفيسيولوجي اللي عندك ان كان الحيوان فيه لاكتيك اسيد متجمع جوه الرومن والبكتيريا كلها دامجت كلها ديت، تمام، في ديهيدريشن، في اندوتوكسيك شوك، في هايبوفولاميك شوك، تمام. وبالتالي لو انا عايز اعمل برنسبل كده للتريتمنت بتاع الاكيوت رومنال اسيدوزيس، اهم حاجه تعملها ان انت لازم ببساطه جدا كوريكشن للبلازما فوليوم ديفيست. الديهيدريشن والهايبوفولاميك شوك اللي حاصل ده لازم تعالجه. تاني حاجه الاسيدوزيس اللي حاصل سواء رومن الاسيدوز سواء في الرومن او في البلاد لازم تعالجه بكوريكشن للاسيدوزيس اللي موجود بقى، ان انا ادي حاجه اسمها الكلايزنج سبلمنتيشن الكلايزنج ايجنت. البكتيريا والمايكرو انفايرمنت اللي جوه الرومن، البكتيريا اللي ماتت دي كلها لازم اعمل لها ريستوريشن، لازم اعيد تاهيلها تاني. ولو في عندي سكندري بكتيريا، سكندري كومبليكيشن اللي هي السايمين البولن سيفرماليشيا ليفر ابسيس، في عندي هايبوكالسيميا، الحاجات دي كلها لازم ابدا اعالجها. برينسيبلز المهمين وانا اثناء بعالج الاكيوت رومنال اسيدوزيس، اول حاجه ان انا بعمل كوريكشن بلازما فوليوم ديفيست، النقص اللي حاصل في البلازما عن طريق حدوث الديهيدريشن. تاني حاجه ان انا سبلمنتيشن الكلايزنج ايجنت، تمام. التالت حاجه ريستريشن للنورمال نورومن مايكرو انفيرمنت، والحاجه الاخيره مانجمنت سكندري. ده زي فلو شارت للطرق او الستبس اللي تاخدها وانت بتعالج اكيوت رومنال امباكشن او اكيوت رومنال اسيدوز. لازم افضي الكرش، البي اتش بتاع الرومن اعدله، الموتيليتي بتاع الرومن اعدلها، المايكرو انفيرمنت عن طريق الميكروفون والميكروفون ده لازم اعدلها، المشاكل اللي موجوده في الديهيدريشن واعدله، والاسيدو اللي سواء الفوليوم كديهيدريشن او حتى الشوك اللي موجوده، وادي الحيوان بعد كده حيوان رومن واقف، فبالتالي لازم ادي جينيكس. اما اجي اعمل ريستريشن رومنال مايكرو انفيرمنت الموفل للاسيديك رومن، الرومن في الوقت ده بيبقى مليان بلاكتيك اسيدز، وقلنا نتيجه ان هو اوزموتيك بريشر وبالتالي بيحصل سيكوستريشن للفلويد، يبقى لازم عن طريق ان انا اعمل رومنوتومي او حاجه اسمها رومنال رافاش. ده القرار بتاعك على حسب السيفيرتي بتاع الفاليوبل ايكونوميك فاليو بتاع الحيوان، الحيوان ده فاليو بالنسبه لك فاليوبل ولا لا، اعمل له رومنوتومي ولا اعمل له لافاش عن طريق ستومك تيوب. الرومنال بافر استخدم اعدل الاسيدوز اللي موجوده جوه الرومن عن طريق هنقول المغنيسيوم هيدروكسيد والصوديوم بايكربونيت، ومين احسن فيهم. والترانسفونيشن عن طريق ان انا بعمل نقل السائل الكرش، ده من الحاجات المهمه جدا سواء ان انا من 3 ل 10 لتر الحيوان الكبير او سواء شيب او جود. القرار بتاع ان انا اعمل ريستوريشن للمايكرو انفايرمنت بتاع الرومن عن طريق نومناتومي ولا اللافاج رومن اللافاج، عن طريق زي ما قلت لك انت ايه السيفيرتي بتاع الحيوان، السيفيرتي بتاع المرض الفاليبل. لو الحيوان ليه كوما عندك بعمل رومنوتومي بسرعه،
تمام، لان الحيوان بيبقى سيفير افكتد زي ما اتفقنا في الكلينيكال ساينس، او ان انا ابدا اعمل رومنال لافاج عن طريق استخدم ستومك تيوب و ايفاكويت لبعض من الرومنال اناتومي. طبعا بتعمل ايفاكويت للرومنال كونتنت وبغسلها بميه، واللي بعمل الكلام ده اكتر من مره تمام، وبعمل رومنال ترانسفورميشن طالما انا فاتح عمر اناتومي. ده طبعا سيرجيكال اوبريشن، والمفروض ان دي حاجه لو الحيوان المرض خطير جدا او سيفير جدا حيوان او الحيوان بالنسبه لي. دي يمكن دي الحاجات اللي انا اقدر اعمل بيها ايفاكويشن. طبعا البارافين اويل او المغنيسيوم صلفيت، لكن مشكله المغنيسيوم صلفيت اللي لو انا استخدمته عشان اعمل ايفاكويشن كبيركتيفز، طبعا بفضل البارافين اويل اكتر، لكن المغنيسيوم صلفيت بيزود الاوزموتيك بريشر تمام، وانا اصلا كده كده عندي الاوزموتيك بريشر زايد، وبالتالي يفضل دونت يوز المغنيسيوم صلفيت كبيركتيفز في الحاله بتاع الاكيوت رومنال اسيدوزيس، لانها هتزود لي عمليه الانكريز ل الاوزموتيك بريشر. ده ازاي ان انا اعمل ايفاكويشن للرومنال كونتنت، يمكن عن طريق زي ما قلنا ان الرومنوتومي، تاني حاجه عن طريق الاستومك تيوب اللي هو اللافاج بتاع الرومن، وان انا ادخل اعتقد شفتوا في العملي ازاي تدخل الاستومك تيوب وتبدا تدخل الاستومك تيوب وتفضي الرومنال كونتنت، وممكن احط بعدها حاجه انتي اسيد زي المغنيسيوم هيدروكسيد في وده بلجا لها بعدين، هنشوف امثله منها دلوقتي، اللي هم الاورر اللي بيسموهم في السوق بيسموهم لاكستيف رومينوتوركس انتي اسيدز. ده مركبات بيبقى عباره عن بودره باودر، بيبقى مجموعه من المركبات على بعضها بستخدمهم، بس على فكره ده في الحاله السيفير ما اقدرش استخدمه، ممكن استخدمه بعد تاني يوم او تالت يوم مش من اول يوم، او ممكن استخدم بقى الانجكتابل رومينوتوركس زي الكلانوبوتين واشهرهم البيكا هيبار او الميني بتون زي الجينابل. ده الرومينال كونتنت. السؤال هنا لو انا عايز استخدم انتي اسيد، استخدم مغنيسيوم هيدروكسيد ولا صوديوم بايكربونات؟ انا عندي اصلا تمام كده عشان انتي اسيد، انا عندي صوديوم بايكربونات والناس في الفيلد كلها بتستخدم صوديوم بايكربونات، وان انا ممكن ادي للحيوان تمام 120 جرام ولا حاجه مرتين في اليوم، بس المغنيسيوم هيدروكسيد يفضل عن وده سؤال مهم جدا، ليه المغنيسيوم هيدروكسيد بريفيربل على الصوديوم بايكربونات كانت اسيدز ليه في حاله الاكيوت رومنال اسيدوز؟ لان الصوديوم بايكربونات في لو البيئه اسيدك قوي هايلي اسيدك البي اتش قليل قوي متواصل 2 او 3 تمام، بيحصل ريليز للكربون دكسيد. تاني لو انا استخدم صوديوم بايكربونات والبي اتش قليل قوي هيحصل ريليز للكربون دكسيد هيدخلني في بلوت في انتفاخ، وبالتالي لو انا دايجنوزد فعلا ان في اكيوت رومنال اسيدوزيس وز ميتابوليك اسيدوزيس تمام، استخدم احسن مغنيسيوم هيدروكسيد بدوز كام جرام لكل كيلو جرام من وزن الحيوان تمام، بادوبه في ميه وابدا ادي للحيوان، او لو انا هستخدم زي ما قلنا اللافاج الرومنا اللافاج يبقى كويس. لكن في سؤال تاني مهم، زي ما في سؤال ليه ما يفضلش الصوديوم بايكربونات والمغنيسيوم هيدروكسيد يفضل احسن عشان الكربون دكسيد قلنا والبلود، ما ينفعش تدي مغنيسيوم هيدروكسيد الا ما تكون متاكد بنسبه كبيره جدا فوق 70 80% ان الحاله اللي عندك رومنال اسيدوزيس ويز ميتابوليك اسيدوز. ليه؟ لان ممكن تدخلك لو الحاله دي مش فعلا رومنال اسيدوزيس هتدخلك او اكيد رومنال اسيدوزيس هتدخلك في سيستميك الكالوزيس وممكن تعمل لك هايبر ماجنيزم. تاني السؤال ده مهم، ليه لازم اكون متاكد من الدياجنوز بتاعي ان الحاله اللي عندي مغنيسيوم هيدروكسيد اكيوت رومنال اسيدوزيس عشان استخدم مغنيسيوم هيدروكسيد؟ لان لو انا الحاله دي مش اكيوت رومنال اسيدوزيس واديت لها مغنيسيوم هيدروكسيد مغنيسيوم هيدروكسيد ايه اللي هيحصل؟ الحاله هيحصل فيها سيستميك الكالوزيس ويحصل هايبر. ده الليكويد بارافين انا ممكن استخدمه كبيركتيفز تمام، وده مثال ده اجيب لكم منها امثله بتاعتها واللي موجود والبامفلت موجود عندك وتبدا ترجع لها براحتك. ده الحاجات الانجكتابل زي المينيبوتون زي اشهرهم طبعا
البيكا هي بار، تمام، اللي ممكن ان انا ادي بيبقى الدوز بتاعته ملي ل 2 ملي لكل 10 كيلو جسم من وزن الحيوان، يا اما انترا ماسكولار تاني زي الجينابيل، تمام. برضو البروشور موجود معاكم او البامفلت بتاعه، المينوبتون اسم الشركة موجودة معاكم، ترجع لها اي وقت. هدي الحاجات اللي بسميها بقى اللاكستيف والمونوتوركس الانتي اسيد، والحاجات دي كلها مركبات في كتير جدا في السوق، زي اللاكزافيت، زي الابلكس، زي البايكو دايجست، الموف دايجست، هدي كلها مركبات موجوده بتكون فيها معظمها مركبات زي ما انتم شايفين هنا، مغنيسيوم كربونيت، صوديوم كربونيت. الحاجات دي كلها ما ينفعش استخدمها في اول يومين او اول يومين ثلاثه. انا هبدا بان انا افضي البارافين اويل او اللي انا هعمل رومنوتومي او زي ما اتفقنا، تمام. الحاجات دي ابدا الجلانتا بعد يومين ثلاثه، او لو في عندي مايلد كيس، لو الحاله مايلد موجوده عندي. كلها مركبات موجوده تقدر ترجع لها، ده بيبقى اكياس 100 جرام تبدا تدوبهم للحيوان بس بعد ما تدخل اي حاجه. دي برضو منتج من المنتجات الكويسه، بيبقى زايد عليه يست، تمام، فبيدي نتائج كويسه ل في التريتمنت بتاع الاكتومال اسيدوز. زي ما اتفقنا ده اللاين بتاعي، انا كده خدت عملت ايفاكويشن للروم من الفلويد، تمام. الفوليوم ديفيست، الفوليوم ديفيست عندك حاجتين، ان انا اعوض الديهيدريشن اللي موجود، تمام، واعوض الاسيدوزس اللي موجود عندي. ويمكن ده قلناها ان انت ازاي تقيم الديهيدريشن بتاعك، وفي قاعده كده يقول لك لو انت حددت نسبه الديهيدريشن اضربه في البودي ويت يبقى يديك نسبه الكميه اللي هتستخدمها من الفلويد. زي ما انت شايف كده البيشن فلويد ديفست بيساوي النسبه بتاعت الديهيدريشن والبودي ويت، واعتقد مع الدكتور مدحت خدته بالتفصيل ازاي الديهيدريشن، وده تاني الجدول ان ازاي ان انت الابنورمال او تعرف ان في دايدريشن او هايبوفوليميا. طيب جاست انا عرفت ان الحاله اللي عندي فيها دايدريشن او في هايبوفوليميا، ببدا اتدخل بالفلويد ثيرابي الموجود. يفضل في ان انا ابدا بهايبرتونيك سوليوشن زي السلاين، هايبرتونيك سلاين 7.2، تمام، 4 مللي لكل كيلو جرام، تمام، من وزن الحيوان. في بس نقطة هنا مهمة، بعد ما تدي الهايبرتونيك سوليوشن اللي هو 7.2 بيفضل ان الرول، او ده سؤال مهم برضو، الافكت بتاع الهايبرتونيك سوليوشن ده بيكون ترانزيت. يعني ايه ترانزيت؟ بياخد وقت. يبقى انا المفروض ادي بعدها اورال او انترافينوس سوليوشن بعدها، يعني لازم بعدها على طول ادي اورال او انترافينوس فلويد، تمام، ل 5 ل 10 5 تو 10 لتر بير لتر من الهايبرتونيك سوليوشن. يبقى تاني لو انت هتستخدم حاجه عاليه زي الهايبرتونيك سوليوشن 7.2 ما تعتمدش عليه لوحده، بعد كده لازم تدي بعد منه في انترافينوس او اورالي سوليوشن. بيس بالانس، الاسيد بيس بالانس، في برضه زي انا احدد الصوديوم بايكربونيت اللي انا هديه انجكشن بقى 0.3 في البودي ويت في البايكربونيت ديفست. بس للاسف الموضوع ده بيكون صعب في الفيلد، لان الحاجات دي بيعملها حاجه اسمها بلاد كاس اناليسيز، وده مش افيلبل في كل مكان. ان احنا بقى بنبدا الرول اوف ثامب او القاعده الاساسيه اللي عندك، لو انت عرفت هتدي كميه قد ايه، حاول تديها على مدار 24 48 ساعه، اتكلم على انترافينوس عشان تعوض الاسيدوز اللي حاصل، الميتابوليك اسيدوز في الدم. لو انا بستخدم الاول محلول 5% صوديوم بايكربونيت، تمام، الحيوان بياخد له 5 لتر زي ما انت شايف قدامك، لو حيوان حوالي 450 كيلو. بعد كده بتبعه بايزوتونيك 0.3 صوديوم بايكربونيت، تمام، 150 مللي لكل جرام من بودي ويت من وزن الحيوان.
في بقى بعض الناس اتكلمت عن الصوديوم بايكربونات ال 8.4، وده استخدموه في العجول الصغيرة اللي فيها أسيدوز. بس القاعدة برضو بنفس الفكرة، قالك ممكن يستخدم في حرارات الروملانت الكبيرة، تمام، عند ريت 5 مللي لكل كيلو جرام، 5 مللي لكل، بتشوف وزن الحيوان وبتديهم على حوالي من 10 ل 20 مينكس. بس برضو زيه زي السلاين ال 7.2 لازم تدي معاه وراه، لان الافكت بتاعه بيبقى ترانزيت، لازم تدي معاه اورالي او انترافينوس سوليوشن. لا طبعا زي ما قلنا المغنيسيوم هيدروكسيد زي اورال بافر، واتفقنا وقلنا على القاعده بتاعته، ان انا باكد عليه تاني، يفضل المغنيسيوم هيدروكسيد كاورالي عن صوديوم بايكربونات، بس بشرط واحد ان في اسيدوزس او رومال اسيدوز موجوده عنه. ده الايزوتونيك سوليوشن بتاع. في نقطه هنا مهمه قوي، في بعض الحالات بيحصل فيها رومال اسيدوزس ويز اسيد، رومال انفكشن ويز الكالوزس مش اسيدوز. لان قلنا هناك بيحصل نتيجه في الرومال اسيدوزس، الاكوتونال اسيدوزس، لما بيكون في هايلي فيرمنتبل كربوهيدرات. هنا بقى ان ممكن يكون الحيوان واكل بروتين زي كوتون سيد ميل بجرعه عاليه، فبيحصل فيه رومينال انفكشن بس ويز الكالوز مش ويز اسيدوز. عشان اعالجه هنا بدي الفينجر او الاسيتيك اسيد 4 ل 10 لتر للحيوان اورال. تاني ممكن الحاله اللي تكون عندك فيها رومينال انفكشن ويز الكالوزس امتى؟ لما يكون الحيوان واكل بروتين سورس زي صوديا الكوتون سيد ميل، تمام. فبعالجه ازاي؟ باخد ماشي تريتمنت زي بعضه زي التاني، لكن بغير ان انا ما بديش طبعا صوديوم بايكربونات لان اصلا في الكالوزس، بدي فينجر او اللي هو اسيتيك. دي طبعا شكل الفلويد ثيرابي الدكستروز، ما بحاولش الجا له كتير، لكتير بشتغل بلاكتيت رينجر اوتر او لينجر سوليوشن والصوديوم كلورايد اللي هو الايزوتونيك والهايبر تونيك. طبعا لازم ندي سورس للكالسيوم، لان قلنا بالحاله بيبقى فيها هايبوكالسيميا، وبالتالي لازم بتدي سورس طبعا الجلوكونيت والكالسيوم بور جلوكونيت. السيامين من الحاجات اللي بديها، لان قلنا بيحصل فيه برينسيفال ميليشيا، تمام. فممكن لو انا ادي في الفيلد ممكن تدي خماير، الخميره العاديه، او ان انا لو في انجكشن اللي هو الهيومن وابدا ادي انجكشن. طبعا من الحاجات المهمه جدا اللي تستخدمها الانتي هيستامينيك، عشان قلنا الانتي هيستامينيك بيطلع وبيحصل له ابزوربشن من رومنال ابيثيليوم بسهوله، اتفقنا. ودي امثله للانتي هيستامينيك اللي موجوده في السوق، تمام، زي او الهيستاكيو. او التريبلي. هل ينفع ادي انتبيوتيك؟ يدي انتبيوتيك، بس يفضل البارنتال انتبيوتيك، ويفضل حاجات زي البنسلينات، ويفضل الامبسيلين، تمام. طب لو في اورال انتبيوتيك، بس المشكله ان هي بتاثر لي على الرومينال مايكروبيوتا او الرومينال مايكروجانزم اللي هي اصلا اوريدي في مشكله موجوده. طبعا نتيجه الاندوتوكسينز لازم ادي حاجه زي الفلونوكسين موجلومين كانتي. الرومينال ترانسفونيشن من الحاجات المهمة جدا لأن الناس بتغفل عنها، وبيبقى فيها مفيش تركيز فيها كتير، لكن هي لازم إن أنا أديها. حاجات سهلة جدا إن أنت ممكن تاخد من حيوان بالاستومك تيوب أو حتى من سلوترينج هاوس، تمام، زي ما قلنا من 3 ل 10 لتر في اللارج الحيوانات الكبيرة، أو من 2 ل 4 لتر في الحيوانات. مهمة إن يكون الحيوان اللي هتاخد منه تدي الحيوان التاني لازم يكون بنفس الأكل. يعني لو هو بياكل رافج ده ياكل رافج، ده كونسنتريت ده كونسنتريت، يفضل من نفس المجموعه او البيئه، عشان الرومينال مايكروبيوتا بتتغير من حيوان لحيوان او من بيئه لبيئه، وبتتغير على حسب الاكل. ده موضوع كبير ان شاء الله لو في
المانجمنت مهم جدا ان انت تعمل مانجمنت للحاله اللي فيها اكيوت رومنال اسيدوزيس. الحاله دي لازم تعمل اكسرسايز بعد طبعا ما تقوم على رجليها، لازم تحاول تمشيها، ممنوع ميه لان الميه هنا الرومن واقف ما تملهاش بميه كتير. تمام، يفضل رافج، غز على رافج لفترات عشان عمليه تحرك الرومنال كونتراكشن. ليميتد كوانتيتيز اوف ووتر، على قد ما تقدر بتقلل كميات الميه. ده بالنسبه بتاع رومنال انفكشن. طبعا حاول تتغلب، فاكرين الايتيولوجي اللي هو المشاكل اللي نتيجه المانجمنت او النيوتريشن، حاول اوفر كم المشاكل دي كلها. لو انت حاول تستخدم على طول هاي كواليتي رافج او فورج مع الكونسنتريت، ما تغيرش الحيوان صادلي من كونسنتريت لرافج او من رافج لكونسنتريت، لان الميكروبيوتا بتبدا تتغير ويحصل فيه مشاكل كتير. حاول تاخد بالك من الصدن، ولو انت عندك اكسس للاكل الحيوان يحاول انه ما يقربش منه، او تربط الحيوانات بشكل كويس ان هي تبقى مفصوله عن الاوضه بتاع العلف عشان ما يبداش الحيوان يروح عليه. التيك هوم مسج هنا بالنسبه للرومنال انفكشن، بيسبب مشاكل كتير، موربيديتي ومورتاليتي، قلنا بيحصل نتيجه كونسامشن لارج كوانتيتي او اماونت من هايلي فيرمنتبل كربوهيدرات، بيعمل لامينايتس، رومنال ألسر، ليفر ابسس. تمام، الهيلث بتاع الحيوان. التريتمنت اللي انا زي ما قلنا كوركشن للفوليوم ديفست، بدي الكلايزنج ايجنت، ريستريشن للرومنال مايكرو انفايرمنت، وافويد للسكندري كومبليكيشن. تمام، ده بالنسبه للاكيوت رومنال انفكشن. اخر حاجه معانا ان شاء الله الساره سيتوزيس. دي من الحاجات اللي هي بتبقى بتهم الناس اللي شغالين في مزارع الديري، زي ما قلنا بيبقى الناس بتحاول في الديري عشان تاخد كمية لبن كتير، فبتدي اكتر من 75% كونسنتريت. للأسف ده بيدي نتائج كويسة في الأول، لكن على اللونج ران بيبدأ يعمل مشاكل كتير، واللي من أشهرها طبعا الثورة أو الساب أكيوت رومنال أسيدوزيس، بيحصل برضو زي ما اتفقنا نتيجة رابيدلي فيرمنتبل كربوهيدرات مع لو إناف إفكتيف فايبر، بيبقى كمية الرافج قليلة، وحتى لو رافج بيبقى باد كواليتي بيبقى فيه مشكلة. الثورة سيلف كوركت وزن فيو أورز. الساب أكيوت رومنال أسيدوزيس قلنا بيبقى السيرو شورد بتاعه الحيوان بيبقى 5.5 بي اتش رومنال بي اتش لمده 3 ساعات. تمام، الساره الدياجنوز بتاعه بيكون على الهيرد ليفل مش الانديفيدوال، ما تعرفش تشخص ان المزرعه اللي تحتك فيها ساره او ساب اكيوت رومنال اسيدوزيس الا على الهيرد ليفل مش على الحيوان نفسه. ده البريفيلنس موجود في بعض الدول اللي موجوده فيه. الكلينيكال ساينس زي ما اتفقنا الفرق ما بين الرومنال انفكشن او اكيوت رومنال اسيدوزيس والساره، ان الاكيوت رومنال اسيدوزيس بيبقى فيه كلينيكال ساينس واضحه جدا، لكن هنا على الهيرد ليفل لما بيبدا يشوف زميلنا الدكتور بيتري او مع المهندس اللي موجود في المزرعه، على اللونج ران بيبدا يشوف في حيوانات فيها بودي كونديشن سكور، في حيوانات فيها ليمنس، في ميلك فات ديبريشن. الميلك فات ديبريشن نتيجه ان بيحصل فيه انكمبليت زي ما نعرف دلوقتي البايو هيدروجينيشن بتاع الفاتي اسيدز. الحيوانات دي بيبقى فيها انكسبلايند ديس، بيبقى فيها وفيات. لما يفتحوا يشوفوا بيلاقي فيه كرونيك انفلاماتوري رياكشن، في كالينج من المزارع في المزرعه بمشاكل فيك مش عارف السبب ايه، دراي ماتر انتيك بي ال في المزرعه،
حاجات كلها جنرال، ما تقدرش تمسك ان، عشان كده بقول لك ان هو انكسبليند هاي كالز كالينج ليت للمزرعه، الاستبعاد من المزرعه، والفي الاسباب مش واضحه بتاع الثوره زي ما قلنا على الهيرد ليفل وليس على مستوى الانديفيدوال. بالنسبه قريب جدا من اللي احنا اتكلمنا عنه في الاكوترومال اسيدوز، بس هنا زي ما قلنا ما بيقلش عن ال 5.5 وبيبقى في المزرعه هيرد ليفل، والنتيجه في مشكله في الكونسنتريت للرافج البيرسنت بتاع الكونسنتريت. لكن الكي برضو زي ما اتفقنا هو الرومينال بي اتش، الرومينال بي اتش اللي هو الديفاكتو بتاع الديفينيشن بتاع الثوره، الميجور انستيجيتور اللي هو مسؤول عن الباثوفيسيولوجي ان هو اقل من 5.6 او 5.5 لمده 3 ساعات في اليوم. طبعا هيحصل فيه دروب في دراي ماتر انتيك، الحيوان بيبدا في انجريدينت سيلكشن، بيبدا يروح اكتر لسورتنج، يعمل حاجه اسمها سورتنج ان هو يبدا يروح على الحاجات الفايبر اكتر، بيقلل الستارش في فيرمنتيشن، ريديوس الفيد افشنسي. الفيد افشنسي هنا اللي هو الميلك برودكشن، تلاقي الميلك برودكشن يبدا يقل عندي اذا ميلك فات ديبريشن والريديوس فيد افشنسي. احنا قلنا الثوره دايما بتحصل في المزارع الديري، ليه؟ لان بيحصل فيه كيلينج هنا للسيلوليتك بكتيريا والفايبر ديجستابيلتي بتقل، وبالتالي زي ما اتفقنا فولاتيل فاتي اسيد هتقل، وبالتالي الميلك برودكشن هيقل. طبعا زي ما قلنا بيبقى على الليفل بتاع المزرعه كلها مش على individual case. الميلك فات depression بيحصل نتيجة incomplete ruminal biohydrogenation fatty acids، زي ما شفنا في المقدمة ان الفاتي acids المفروض اللي الحيوان بياكلها بتبقى unsaturated، المفروض بتتحول لساتوريتد فاتي acids. مين اللي بيحولها؟ بكتيريا، ruminal بكتيريا. طب في حالة ان انت عندك ruminal بكتيريا هنا اصلا بيحصل فيها ديس نتيجة الديكريز ال pH قليل على فترات ويبدا يتعدل، وبعدها يحصل بعدها بكام يوم يحصل تاني ديكريز الرومر بيتش، فالبايوهيدروجينيشن بتاع الفاتي اسيدز او تحويله من ان ساتوريت فاتي اسيد لساتوريت فاتي اسيد بيقل، فيحصل في حاجه اسمها ميلك فات ديبريشن. ده طبعا المزارع بيجي لها ريبورت من المصنع او اللي بياخد اللبن، فتلاقي فيه ميلك فات، نسبه الميلك فات بتقل على اللي بتاع المزرعه. طبعا دايما بتلاقي الحاجات اللي بيحصل فيها الليفر ابسس ليمنس نتيجه ان زي هناك برضو بيحصل فيه انفلاميشن نتيجه الاندوتوكسين واللايبوبوليسكرايتس اللي بيبدا يحصل نتيجه الاندوتوكسين نتيجه البكتيريا لو طولت شويه وطلع في مايكروجانيزم زي الشريشيا كولاي. الحالات دي بيبقى فيها رومونايتس، ممكن تلاقي فيها دايريا، فيها اسيدوزيس هندرات اسيدوزيس، المايكرو فلورا بيبدا فيها altered تمام متغيره، زي ما قلنا سيلوليت البكتيريا بتقل، امبيرد اميون فانكشن اسف. الحالات دي بتلاقي فيها عرضه لامراض كتير على الليفل بتاع المزرعه، طبعا زي ما قلنا الكالينج كتير في المزرعه تمام، الليفر ابسس بتبدا يفتح اسباب ديس، ويبدا يفتح في البي ام يلاقي في المزرعه موجود في كرونيك انفلاميشن موجود عنده برضه للاميونيتي لامراض تانية. الدياجنوز بتاع الثوره بيعتمد بشكل اساسي على الميجرنج بتاع البيتش. في حاجات تانيه زي الميلك فات بروفايل، وده ما فيش تيست كوميرشال ليه، الرومينيشن، الاكيوت فيز بروتين عشان تقيس البروتين، تقيس اسف الانفلاميشن، الفيكال بي اتش بيديك انديكيتور على شكل الرومينال بي اتش، الالترا ساوند بتشوف الابيسيليوم. لكن اللي يعتبر الهيرد تيست مستخدم اللي هو الميجرنج بتاع البي اتش، وهنعرف ازاي دلوقتي. ده طبعا الرومينيشن ساعات بيبقى في بعض المزارع بيبقى عندها في سنسور موجود على بيعد الرومينيشن، بيبقى زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا اللي هو الطب في الموضوع ده في استاذ كبير في اسمه اوتزل، يعتبر هو في جامعه ويسكونسن في امريكا، هو اللي حط الكات بوينت للرومنال بي اتش اللي زي ما قلنا اقل من 5.5. لو المزرعه فيها 25% اكتر من 25%
سارة لازم تتدخل في الحالة دي وتشوف النيوتريشنست اللي ما شغال في المزرعة وتبدأ يتدخل معاه. طبعا ده جراف للبي اتش بيتغير من وقت لوقت، يعني هنا الميل الاولاني عند الاكل الحيوانات بتاكل صبح ومساء، شايف البي اتش بيتغير على اليوم كله، بيبدا يجيب مجموعه بياخد 12 حيوان في المزرعه من 100، تمام؟ يعني بياخد زي سامبلينج من 100 حيوان، بياخد طبعا طرفي المزرعه بيبقى فيها جروبينج على حسب الميلك ستيج اللي موجوده فيها، فكل 100 بياخد 12 ويبدا يعمل الفحص للرومينال بي اتش. لو لقى من ال 12 دول اربعه يعني فوق ال 25% يبقى المزرعه دي الارم وفيها ساره او سب اكيوت رومينال اسيدوز. لو لقى اثنين او ثلاثه او اربعه ده بيسموها بوردر لاين. وده طبعا لو انت عايز تشوف عندك مشكله في ال لا. ده بقى حاجه انا يمكن شخصيا في المجر، كنت في المجر اشتغلنا بحاجه زي كده، ان احنا بنستخدم بولس تدخلها جوه الرومن، تمام؟ بالاخص هي بتخش طبعا في الريتيكولوم ويبقى في تغيير في البي اتش وبين تو، ده زي بولس زي المغناطيس بتحقنها، بيبقى فيها سنسور من جوه بيقيس البي اتش والتمبريتشر بتاع الرومن، وزي ما انت شايفين هنا كده بيبقى جوه الرومن بيبقى فيه انفراريد بيتوصل بالمزرعه كلها، وبتقرا بيبقى فيه هنا باركود بيبقى عارف انت مدخله في الحيوان رقم كذا، وبيديني على الموبايل او على الكمبيوتر انديكيشن للمزرعه بتاعتي بتديني قد ايه، تمام؟ فده من الحاجات اللي موجوده حديثه للمزرعه، ان هو هي بتبقى غاليه شويه واكسبنسيف شويه، وبالتالي ان انا ابدا اشوف البي اتش بتاع الرومن عشان امنع او اعمل بريفنشن السور. البريفنشن طبعا كلها حاجات بتبقى علاقه بين النيوتريشنست والمزرعه. الكي اليمنتس هنا اللورنج انتيك للفرمنتبل كربوهيدرات على قد ما اقدر، وعم ادي رومينال بافرين. يفضل طبعا التي ام ار او التوتال ميكسد راشن افضل بكتير من الكومباوند. الاكسلنت فيدنج مانجمنت المفروض ان الحيوان ما عملش صادن تشينج للدايت زيها زي الاكيوت رومينال اسيدوزيس. الافكت فايبر لازم يبقى فيه سورس كويس جدا للفايبر او رافجي موجود معايا. ادي بافرنج زي صوديوم بايكربونات، المزارع بتتحط على التي ام ار بتاعتها صوديوم بايكربونات. الرومينال ادابتيشن تو هاير كونسنتريت دايت زي ما قلنا، يمكن دي حاجه في المزارع بيبقى موجوده البار اوريدي بعد الولاده بيبقى دراي ماتر انتيك قليل، خلال 3 اسابيع بيبقى دراي ماتر انتيك بيبدا يزيد تدريجيا، تمام؟ فده بيعمل ادابتيشن للرومينال مايكروفلورا بشكل كبير. طبعا الفيد ادابتس في اجزاء حاجات كتير جدا من الفيد ادابتس، اشهرها طبعا الخماير اللي انا استخدمها عشان اعمل ريجوليشن للرومينال بي اتش وامنع او اعمل بريفنشن، ودول بريفنشن استراتيجيز بتاع ده التوك هوم مسج، ان هو الساره دايجنوزد وبريفندد ات هيرد بيرد هيرد ليفل، مش على الليفل بتاع حيوان انديفيدوال، ما تقدرش تمسك حيوان انديفيدوال لوحده. الباثوفيسيولوجي اصعب وكومبلكس، بيعمل لوكال رومينال انفكشن او انفلاميشن، وبرده بيعمل لي بعض سيستميك الانفلاميشن. الدايجنوزز بتاع الساره بيكون صعب، لكن ما فيش ديفينيت تيست، لكن افضل حاجه ان انا زي ما قلنا استخدم البي اتش ولي كتست ان انا اعمل الدايجنوزيس للساره. البريفنشن طبعا عن طريق ان انا مع النيوتريشنست ومع اداره المزرعه تستخدم المانجمنت فيدنج مانجمنت بشكل كويس جدا، واستخدام لبعض الفيد اكتيفز. ان شاء الله لما تخرجوا ان شاء الله يبقى فيها نبدا نتكلم. متشكر جدا.
انا عارف ان المحاضرة طويلة ودسمة، بس احنا في العيد وكحك وبسكوت، هناكل ترمس وكحك وبسكوت وسوداني. واي سؤال ان شاء الله تحت امركم، هسيب لكم اللينك للصفحة بتاع الفيسبوك، اي حد ليه اي سؤال انا تحت امركم فيه. شكرا جدا، ونشوفكم في المحاضرة الجاية.